اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائنا الطلاب في الصف الثالث الثانوي، مع حصه جديده من حصص المراجعه النهائيه للامتحان على منصه وزاره التربيه والتعليم. النهارده ان شاء الله مراجعتنا تكون استاتيكا للامتحان الاخرى، نتمنى لكم التوفيق. مع بعض الاسئله المهمه بالنسبه لنا، ولكن ممكن نحاول قدر الامكان نقدم حاجه مفيده لكم. تبدا السؤال الاول بيقول: وضع جسم وزنه 21 نيوتن على مستوى افقي خشن، اثرت عليه قوتان افقيتان مقدارهما 3 و5 نيوتن، محصورا بينهما زاويه قياسها 60 درجه، اصبح على وشك الحركه، فان معامل الاحتكاك بيساوي كام؟ ما استعجلش ناخد بالنا من السؤال، بيقول قوتان افقيتان والجسم على مستوى افقي. يبقى هنا في الحاله دي انا برسم مستوى افقي وعندي جسم على المستوى بتأثر عليه قوتين، القوتين هنا افقيتين مقدارهم 3 نيوتن و5 نيوتن، الزاويه بينهم 60 درجه. الجسم هنا هيتحرك في اتجاه محصله القوتين، يبقى يحاول تحريك الجسم في اتجاه او على وشك الحركه في اتجاه المحصله اللي هي، وبالتالي هيكون ميم ر عكس اتجاه الحركه لو هيتحرك، يبقى هنا ميم ر. طب اذا كان على وشك الحركه يبقى هنا ميم س مضروب في ر. مطلوب مني اول حاجه اجيب محصله القوتين. طب نرجع كده نسترجع مع بعض قانون المحصله، ح بتساوي جذر، لو عندي قوتين بتاثر على جسم يبقى ق واحد تربيع زائد ق اتنين تربيع زائد اتنين ق واحد ق اتنين جتا ه اللي هي الزاويه بينهم. يبقى محصله القوتين اللي عندي ح اللي هي القوه التي تحاول تحريك الجسم تساوي ق واحد تربيع القوتين القوه 3 يبقى مربعها 9، القوه الثانيه 5 مربعها 25 زائد 2 في ق واحد في ق 2 في جتا الزاويه بينهم هي جتا 60. طبعا انا عارف ان جتا 60 بنص في 2 بواحد في 3 ب 5 ب 15 زائد 25 ب 40 ده كله 49، يعني ح بتساوي 7. يبقى باختصار اصبح عندي قوه افقيه مقدارها 7 نيوتن تحاول تحريك الجسم او الجسم على وشك الحركه تاثير القوه 7. طيب انا عندي رد الفعل العمودي اللي هو ر والوزن لاسفل، يبقى الجسم بيأثر عليه اربع قوى هما القوه 7 وميم ر س ور لاعلى والوزن لاسفل. طيب نجيب كده معادله الالتزام بتاعتي، انا عندي ميم س ر بتساوي 7. طيب وقيمه ر بتساوي الوزن بيساوي 21، يعني ميم اللي هو معامل الاحتكاك السكوني هيساوي 7 مقسوم على 21، يعني هيساوي تلت. نتنقل للسؤال الثاني. السؤال بيقول: اقل قوه تلزم لتحريك جسم وزنه واو لاعلى على مستوى خشن يميل على الافقي بزاويه قياسها ه، ده الافق بتاعي وعندي جسم موضوع على مستوى يميل على الافقي بزاويه قياسها ه. طبعا عشان اجيب اقل قوه تحاول تحريك الجسم او تلزم تحريك الجسم لاعلى، يبقى هنا لازم القوه تكون في اتجاه خط اكبر ميل مش في اي اتجاه، لان لو غير كده انا باخد المركبه اللي هي لو بتميل على خط اكبر ميل يبقى القوه اللي بتحاول الحركه هتكون ق جتا ايه، وانا عارف ان الجتا اقل اكبر قيمه لها لما تكون الزاويه بصفر، وبالتالي مبدئيا هحط القوه في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى. طيب عندي القوه الاخرى بتاثر على الجسم الوزن لاسفل، وفي قوتين زي ما احنا عارفين ان هم رد الفعل العمودي ر، وعندي كمان مركبه الوزن اللي هي واو د ج ه. طيب انا هستغنى عن دول خالص، عن القوتين دول، وهشتغل على ثلاث قوى فقط لا غير، اللي هم رد الفعل المحصل ر شرطه وزاويه الاحتكاك. ناخد بالنا ان زاويه الاحتكاك لام احنا عارفين هي الزاويه بين
رد الفعل المحصل اللي هو ر شرطه، ورد الفعل العمودي اللي هو ر اللي هي الزاويه ديت اللي هي لام. انا عندي بشتغل تحت الجسم متزن تحت تاثير ثلاث قوى ق و ر شرطه وواو. ابسط حل عندي ان انا استخدم لامي رولر، هي قاعده لامي. يبقى انا عندي ق على جهه الزاويه بين قوتين. طب ناخد بالنا الزاويه دي هجيبها ازاي؟ انا عندي ده اتجاه رد الفعل العمودي مقابل ليه ق د جتا اهي، والزاويه هنا اهي. طيب اصبحت الزاويه دي عباره عن 180 ناقص مجموع الزاويتين، ده خط مستقيم. وانا عندي الزاويه بين رد الفعل المحصل وق 90 زائد لا. طيب يبقى لو هاجي اطبق كده قاعده لامي، انا عندي ق مقسوم على ج، الزاويه بين رد الفعل المحصل والوزن اللي هي 180 ناقص بين قوسين كده ه زائد لام. طيب ده يساوي الوزن واو على الزاويه هنا عباره عن 90 زائد لام. طيب يبقى ق هتساوي ج واو في ج 180 ايه ناقص لام اهي، ناقص لام في مقسوم على جتا لام. واو في جا 180 ناقص هي زائد لام عباره عن هي زائد لام مضروب في او مقسوم على جتا اللي هي جا 90 زائد لام تساوي جتا لام. ونحاول نختصرها ونشوف هتطلع كام. طيب نستنى السؤال الثالث، بيقول اذا كونت مجموعه من القوى ازدواج. طيب انا عندي قاعده كده، اذا كونت مجموعه من القوى ازدواج يبقى قيمة الازدواج، يبقى قيمة أو عزم الازدواج ثابت عند أي نقطة. إذا كونت مجموعة من القوى ازدواج يبقى معنى كده إن نقول عزم الازدواج عند أي نقطة مقدار ثابت. طيب أعطيني كان أ وباء وجيم ثلاث نقاط في مستوى هذه القوة، وكان ج أ الازدواج عند أ أو حول أ زائد الازدواج حول ب بتساوي 22 عين. طيب واحنا قلنا ان انا عندي ج ا بيساوي ج ب بيساوي ج ج، الازدواج حول ا بيساوي الازدواج حول ا بيساوي الازدواج حول ج، لان المجموعه بتساوي الازدواج، وبالتالي عزم الازدواج عند اي نقطه بيساوي مقدار ثابت. طب اعطيني ج ا زائد ج ب بتساوي 22 وهما الاثنين متساويين، معنى كده ان ج ا بيساوي ج ب بيساوي 22 على 2 هتساوي 11 اتجاه المتجه عين اللي هو متجه الوحده العمودي على المستوى اللي بيجمع القوة. وبالتالي العزم حول ج هيساوي نفس القيمه اللي هي 11 عين. نتنقل للسؤال الرابع، اذا اتزنت مجموعه من القوى المستويه فان مجموع عزمها حول اي نقطه في المستوى. طيب نرجع بس لشروط الاتزان، انا عندي شرطين للاتزان، محصلة القوى يساوي صفر، الحاجة الثانية العزم عند أي نقطة يساوي صفر. نترجع مع بعض بس الشروط بسرعة كده، يبقى شروط الاتزان للاتزان العام إن محصلة القوى تساوي صفر والعزم المحصل يساوي صفر. سؤال ثاني بيقول إذا كانت لام هي قياس زاوية الاحتكاك فإن رد الفعل المحصل بتساوي كام؟ في هنستخدمها كقاعده مباشر، مش هنحل كتير، لو حافظينها هنقول. طيب لام هي زاويه الاحتكاك، يبقى انا عندي الجسم في عندي رد فعل عمودي وفي عندي الاحتكاك قوه الاحتكاك اللي هي ميم ر، وعندي الاحتكاك المحصل اللي هو ر شرطه، وهنا زاويه الاحتكاك قلنا بين الاحتكاك المحصل والاحتكاك العمودي. انا حافظ القاعده على طول ان هي ر ق لام، بس نقول جت منين. انا عندي ر شرطه عباره عن محصله قوتين اللي هم ر وميم ر، يبقى ده عباره عن جذر ر تربيع زائد ميم ر الكل تربيع او ميم تربيع في ر تربيع. هاخد ر بره الجذر، خد ر تربيع مشترك من هنا تطلع بره الجذر بر في جذر واحد زائد ميم تربيع. طيب هو ميم تربيع ده ايه العلاقه بينه وبين زاويه الاحتكاك؟ انا عارف ان ميم بيساوي ظلام، بيساوي ظا
لام، ولام هي زاويه الاحتكاك. ونقول معلومه اضافيه ان زاويه الاحتكاك بتساوي زاويه ميل المستوى على الافقي عندما يصبح الجسم تحت على وشك الحرق تحت تاثير وزنه فقط. يعني زاويه الاحتكاك بتساوي زاويه ميل المستوى عندما يصبح الجسم على وشك الحرق تحت تاثير وزنه فقط. طيب انا عندي الميم تربيع بتساوي ظا تربيع لام، وبالتالي هيعطيني ر شرط هيساوي ر مضروب في جذر 1 زائد ظا تربيع لام. طيب انا عارف ان 1 زائد ظا تربيع قيمتها بقا تربيع، وجذر قا تربيع هيعطيني قا، وبالتالي كما مجمع مش فيها مشكله، يبقى هيعطيني ر في قا لام. يبقى الحل عندي هو د ر في قا لام. السؤال السادس، اذا كانت القوه ق تساوي 2 وسالب 3 و4 تؤثر في النقطه 1 و1 و1 لان مركبه عزم ق حول محور السينات. ممكن هنا يا اما نحفظهم يا اما هقول انا عشان اجيب العزم انا عارف ان العزم حول اي نقطه يساوي ر في ضرب اتجاه ق. طيب ر بالنسبه لي هو عاوز حول محور السينات، هناخد النقطه بالنسبه لي واحد واحد واحد، هفترض ان هي ر، يبقى عندي س ص ع اللي هي متجهات الوحده او مركبات اتجاهات الوحده في الثلاث محاور. ر بالنسبه لي واحد واحد واحد، قيمه القوه 2 سالب 3 و 4. لما يطلب مركبه عزم القوة حول محور السينات يبقى انا بجيب معامل السين، معامل السين انا بفك المحدد هيبقى 1 في 4 ناقص 1 في سالب 3 يعني هيعطيني 7. تمام، نقول تاني يبقى قيمة مركبة السين هتعطيني 7 في اتجاه السين، وبالتالي مركبة العزم ق حول محور السين. طب لو هنقولها بشكل تاني هقدر اقول انها عبارة عن النقطة ألف سين ألف صاد ألف صاد في قاف عين ناقص ألف عين في قاف سين، ودي الصيغة اللي حافظينها. فلو عايز مركبة عزم القوة حول محور الصادات حول محور الصاد، بس انتبه ان الصاد هنا بتبقى سالبة فهتتعكس، هيبقى ألف عين في قاف سين ناقص ألف سين في قاف عين. دي كده مركبة عزم القوة حول محور السينات. طيب نتنقل لسؤال تاني. السؤال بيقول في الشكل المقابل الشد في الخيط ألف باء مقداره 150 نيوتن، يبقى عندي هنا شد قيمته 150 نيوتن أو معياره 150 نيوتن. المطلوب أوجد القياس الجبري لعزم القوة أو قوة الشد بالنسبة لنقطة واو. طبعا ناخد بالنا أنا الواو ألف هنا مش عمودي على ألف باء، وبالتالي ما أقدرش أقول إن قيمة القياس الجبري للعزم بيساوي 45 في شد مباشرة لأن الزاوية دي مش قايمة. طيب الأسهل بالنسبة لي في سؤال زي ده إن أنا أحلل الشد في اتجاهين متعامدين. يبقى أنا أحلل قيمة الشد في اتجاهين. طب أنا عندي هنا مجهول ما عنديش الزاوية، طب هفترض إن الزاوية دي اسمها إيه؟ يبقى قوة الشد في الاتجاه الرأسي عبارة عن ش اللي هي 150 جتا في جا ه، والافقي 150 جتا ه 150 جتا ه. طب لما اجي اجيب العزم حول النقطه واو محتاج اجيب القوه في البعد العمودي، ناخد بالنا اتجاه الدوران هنا الاتجاه الموجب، القوتين بيدوروا في اتجاه الموجب، وبالتالي لما اقول الجيم واو بيساوي اول قوه عندي اللي هي 150 جتا ه 150 جتا ه مضروب في البعد العمودي، البعد العمودي عندي اللي هو ده. طب ناخد بالنا كده البعد العمودي ده هجيبه ازاي؟ انا عندي الطول ده 45 ب 30 درجه، يبقى المقابل للزاويه 30 اللي هو الطول ده، ده المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول الوتر يعني 22 ونص. طيب المجاور هيساوي جذر 3 على 2 في طول الوتر، يبقى 45 جذر 3 على 2 45 جذر 3 على 2 ده البعد العمودي بالنسبه لي بين القوه الاولى، يبقى هضرب فيه 45 جذر 3
على 2 زائد القوة الثانية بالنسبة لي اللي هي 150 جا ثيتا مضروب في البعد العمودي اللي هو البعد ده اللي هو قيمته 22.5. طب يا مستر ده عندي هنا مجهول اللي هو سيتا، طب هجيب سيتا دي منين؟ طب ناخد بالنا كده، هو في جنب هنا طول ما استخدمتوش اللي هو 60. طب السيتا هنا او الهي اللي عندي، الزاويه اللي عندي اللي هي سيتا دي، انا عايز اجيب الجو الجدع. طب الطول ده اصبحت في مثلث اللي هو ا ب، لو فرضنا ان النقطه دي جيم مثلا، يبقى الطول ده 22.5 والطول ده 60 كله اللي هو ب، يبقى باقي عندي 37.5. اقدر استنتج طول الوتر ا ب واجيب الجا والجتا، يبقى انا كده خلصت السؤال، والسؤال موجود في كتاب المدرسه. عشان ما نطولش في حسابات كده، الفكره واضحه، نتنقل لسؤال ثاني. السؤال بيقول الشكل المقابل يوضح قضيب خفيف ا ب. كلمه قضيب خفيف يعني وزنه مهمل، ملوش وزن، ما بحطش وزن للقضيب على الرسم. اثرت عليه القوه المتوازيه الموضحه بالشكل، عندي قوه 200 وكاف لاعلى وقاف 100 لاسفل. اذا كانت مقدار المحصله 300، انا هنا يفضل ان انا ما احطش المحصله على الرسم عشان ما اتلخبطش واحسبها في حساباتي. انا هرسم رسمه ثانيه بالنسبه للقضيب اللي هو اسمه الف ب، عندي محصله القوه مقدارها كام؟ 300، بتعمل لاعلى 300، ده قيمه المحصله لاعلى، وعلى بعد 4 متر من النقطه الف. طيب اول حاجه هشوف كده محصله القوه اللي عندي، القوه دي متوازيه، القوه اللي اعلى 200 زائد كاف، يبقى انا عندي 200 زائد كاف ناقص القوه الاسفل اللي هي قاف زائد 100، طبعا ده في قوس، المحصله تساوي كام؟ 300. هوسط دي اوصل ان كاف ناقص قاف، طبعا عندي هنا 200 ناقص 100 ب 100، هنقلها بعكس الاشاره تعطيني 200. هذا اول معدل. طيب انا عندي قاعده بتقول لي عزم مجموعه من القوى حول نقطه يساوي عزم محصله هذه القوى حول نفس النقطه، وبالتالي انا هاخد عزم محصله عزم مجموعه القوى كلها حول اي نقطه واجيب عزم المحصله حول نفس النقطه. عندي حلين او ممكن طريقتين اجيب بيهم العزم، يا اما اجيب العزم حول الف، او اجيب العزم حول نقطه اللي هي نقطه تاثير القوه كاف عشان اخلص منها مباشره. طيب انا لو خدت عزم القوه، عزم القوه حول الف، هيكتبها كده بيساوي عزم المحصله حول الف. طيب عزم القوه يعني ايه؟ انا عندي هنا كاف مضروبه في، ناخد بالنا كاف هنا بتعيد الدوران موجب، ناخد بالنا من الاشارات، يبقى كاف في 3 او 3 كاف، القوة 200 يبقى زائد نفس اتجاه الدوران 200 في البعد العمودي اللي هو 10، عند القوة قاف في اتجاه الدوران سالب، يبقى سالب قاف في 7 أو 7 قاف اللي هو بعد القوة قاف عن نقطة ألف، ده يساوي عزم المحصلة، المحصلة بالنسبة لي هي 300 في البعد العمودي 4، يبقى يساوي 300 في 4. كده انا وصلت لمعادلتين من الدرجه الاولى في متغيرين، اللي هي المعادله الاولى كاف ناقص قاف بتساوي 200، او كاف بتساوي 200 زائد قاف، واقدر بالتعويض المباشر استنتج قيمه الكاف والقاف. لو اخذنا خطوه كمان، يبقى انا اقدر اقول ان انا عندي 3 كاف ناقص 7 قاف بتساوي، انا هضرب هنا 200 في 10 ب 2000، هنقلها بعكس الاشاره، وهنا 300 في 4 ب 1200، يبقى 1200 ناقص 2000 بسالب 800. كده انا عندي معادلتين من الدرجه الاولى في متغيرين اقدر احلهم بسهوله. الحل الثاني برضو ابسط شويه، انا لو خدت العزم حول نقطه ولتكن د، اتخلصت من قيمه كاف، يبقى عندي 200 في 7 زائد 100 في 3 ناقص 4 قاف تساوي عزم المحصله حول نفس النقطه. هنا لاحظ بس ان النقطه دي بتبعد عن خط عمل المحصله بمقدار واحد، يعني تساوي 300، وده الحل هيجيب لي هنا قيمه ق مباشره.
نتنقل للسؤال التاسع. السؤال بيقول إذا كانت القوتان قاف واحد خمسة س زائد ألف ص زائد ثلاثة ع وقاف اثنين بتساوي باء س ناقص تسعة ص زائد ج ع مكونان ازدواجا. طيب احنا قلنا القوتين تكونان ازدواج. هتيجي بسؤال تاني كده في اختياري أو يقول لي الازدواج هو مجموعة مكونة من قوتين متساويتان في المقدار متضادتان في الاتجاه، في إضافة كمان إن خط عملهما ليس على استقامة واحدة. طيب القوتين هنا في صورة متجهين تكونان ازدواج، يعني القوتين متساويتين يعني متضادتين في الاتجاه، معنى كده نقدر نقول إن قاف 2 كمتجه يساوي، ناخد بالنا ما اقولش يساوي قاف واحد، ما اقولش قوتين متساويتين، ناخد بالنا ان هما متضادتين في الاتجاه، يعني يساوي سالب قاف اثنين، وما نغلطش في النقطه دي. هما متساويتين في المقدار لكن متضادتين في الاتجاه، وبالتالي المتجهات المتوازيه مختلفه في الاتجاه اذا كان المتجه الاول يساوي سالب المتجه الثاني او سالب ثابت في المتجه الثاني، لو كانوا متساويين سالب فقط. يبقى قاف واحد يساوي 5 س زائد ا ص زائد 3 ع، وقاف اثنين بقى س ناقص 9 ص زائد ج. هستبدل الثابت اللي عندي، يبقى انا عندي قيمه الباء تساوي سالب 5، باء تساوي سالب 5، و الف تساوي 9، و ج تساوي سالب 3. مجموع الف زائد باء زائد ج تساوي سالب 5 سالب 3 سالب 8 زائد 9 تساوي 1. نتنقل للسؤال العاشر. السؤال بيقول ألف باء جيم دال صفيحة رقيقة على هيئة مستطيل فيه ألف باء بتساوي 18 سنتيمتر وباء جيم 24 سنتيمتر وزنها 20 نيوتن يؤثر في نقطة تلاقي القطرين. الوضع الطبيعي للمستطيل عندي لو أنا معلقه الوضع الطبيعي إن هيكون الخط الرأسي المار بنقطة التعليق هيمر بمركز الثقل اللي هو مركز الثقل مش عندي لكن مركز الثقل اللي هو نقطة تقاطع القطرين زي ما هو قال. يبقى المفروض ده الخط الرأسي بتاعي، ده الوضع الطبيعي في التعليق الحر. يعني لو معلق تعليق حر من هنا بلاقي هنا الضغط على المسمار اللي معلق منه وده اتجاه خط عمل الوزن. ده الشكل الطبيعي لو انا معلق صفيحة بالصورة دي. طيب ايه اللي هيحصل هنا؟ قيمة الضغط على المسمار. الضغط على المسمار بيساوي الوزن في الحالة دي. طيب بيقول لو انا اثرت بازدواج على مستوى السطيحة، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل دوران. انا عارف ان الازدواج بيعمل لي دوران للشكل. طيب الشكل ده هيدور بزاوية اصبح شكل مع تأثير الازدواج اللي هو قيمته 150 نيوتن، حصل فيه دوران. طب الدوران ده عمل لي ايه؟ عمل لي ميل لزاويه او ميل للقطر. انا معلق من هنا، في عندي هنا الضغط على مسمار، وفي عندي الوزن دايما راسي لاسفل، الوزن اللي هو 20 نيوتن راسي لاسفل. أصبح عندي فيه ميل على الرأسي، ده الرأسي بتاعي، الميل على الرأسي اللي هو الزاوية هنا هتكون هي. الصفيحة أنا هكتب كده صراحة، الصفيحة متزنة تحت تأثير قوتان اللي هما الضغط على المسمار والوزن وازدواج. صفيحة متزنة تحت تأثير قوتين وازدواج، الازدواج لا يتزن إلا مع ازدواج، وبالتالي القوتان ضاد وواو يجب أن تعينان ازدواج، بمعنى أن الضغط لازم يساوي الوزن، يجب أن تعينان ازدواج، معيار عزمه هيساوي سالب 150. طيب وبالتالي أقدر أقول أن الوزن اللي هو 20 في البعد العمودي بالنسبه لي. طيب نجيب البعد العمودي ده منين؟ اهو ده البعد العمودي قيمته كام؟ لو انا فرضت الزاويه هنا اهي، يبقى البعد العمودي ده المقابل للزاويه اهي. طيب هل اقدر اجيب اطوال عندي؟ هو اعطيني ا ب، ا ب 18 انا معلق من النقطه د،
انا عندي الف باء جيم، ده المطلوب ميل زاويه باء دال على الراس اللي هي دي. انا عندي ده 24 او باء جيم 24 والف دال 24 والف باء 18 سنتيمتر. طيب نشوف كده المطلوب مني اجيب طول البعد العمودي فقط. طيب هل اقدر اجيب طول باء دال؟ انا عندي ده مستطيل يبقى دي الزاويه قايمه. اقدر اجيب باء دال الوتر بيساوي ا باء تربيع زائد ا دال تربيع اللي هي جذر 18 تربيع زائد 24 تربيع. باء دال هيساوي 30، باء دال بتساوي 30 سنتيمتر، وبالتالي انا عندي نقطه تقاطع القطرين تنصف القطر يبقى الطول 15. يبقى طول العمودي او البعد العمودي اللي عندي اللي هو ده طوله 15، ده مقابل الزاويه اهي يعني 15 جايه اهي. يبقى اقدر اقول ان حاصل ضرب القوه اللي هي الوزن 20 في البعد العمودي 15 جايه يساوي 150. يبقى انا لازم اكتب المجموعه متزنه تحت تاثير قوتان وازدواج، والازدواج لا يتزن الا مع ازدواج. اذا القوتان الضغط على المسمار والوزن يجب ان تعين ازدواج، اي ان الضغط يساوي الوزن يساوي 20، ومعيار عزم القوه بيساوي 20 في البعد العمودي اللي احنا استنتجناه 15 جهه بتساوي 150، هقسم 20 في 15 ب 300 يبقى جهه بتساوي 30. ناخد بالنا ان الجا موجبه يبقى عندي حلولين، يا اما اهي في الربع الاول هتساوي دي نص ومن هنا نص في الزاويه على طول، الجا اهي بتساوي نص. طيب جا كام بتساوي نص؟ حافظينها اللي هي جا 30، يبقى الزاويه اهي بتساوي 30 درجه او ممكن اقول 150 درجه. طب هتقول ازاي يا مستر؟ ازاي ده؟ يبقى انا عملت لفيت الشكل ده لغايه ما بقت الزاويه هنا بتميل ب 150 درجه. الزاويه عندي الاحتمال يا اما حاده يا اما منفرجه، يبقى قيمه اهي بتساوي 30 او 150 درجه. نتنقل لسؤال تاني. سؤال اختياري عنده مطلوبين. السؤال بيقول بشكل مقابل اذا كان القضيب على وشك الانزلاق، اعطيني برضو المعطى بس نضيف عليه حاجه ان ديت نصف كره ملساء، نصف كره ملساء. طب لو كان السطح املس وفي ارتكاز عليه بيكون رد الفعل عمودي على القضيب. نفس الشيء لو عندي قضيب مستند على سور او حائط بنفس الشكل يبقى يكون رد الفعل هيكون عمودي على القضيب. طيب مش على الجدار. طب كلمه عمودي على القضيب يبقى رد الفعل اللي هو ايه؟ واحد عمودي على القضيب، القضيب ده مماس للمقطع للكره اللي هو نصف دايره. طالما عمودي على المماس يعني هيمر بنص القطر، يعني ده مركز الدايره. طيب نشوف كده عندي كمان هنا ريه 2 يعني ده سطح خشن. اعطيني رد فعل عمودي ريه 2 وميم ريه 2 وعندي رد فعل ريه 1. طيب اعطيني كمان اطوال طول القضيب كله 4 لام متقسم قدامي 2 لام ولام ولام. طيب المطلوب قيمه ريه 1. طب لو خدنا بالنا كده انا عندي ده عمودي. الحل المباشر وسهل جدا ان انا هاخد العزم، لو فرضنا نقطه الف هاخد العزم حول الف. العزم حول الف. انا عندي قيمه القضيب على وشك الانزلاق يعني متزن، يعني العزم عند اي نقطه بيساوي صفر. العزم يساوي صفر. طيب اقدر اقول هنا ان ج ا بيساوي صفر. طيب العزم بيساوي ايه؟ حاصل ها المحصله بتاعتي عباره عن ر واحد في البعد العمودي 3 لام. يبقى 3 لام في ر واحد. طبعا عزم القوتين دول بصفر. باقي عندي الوزن. طيب البعد العمودي بتاع الوزن اللي هو ده. الزاويه دي 60 والزاويه هنا 30، زاوية ميل القضيب على الأفقي 30 درجة. يبقى البعد المجاور ده هيساوي 2 لام جتا 30. طيب اتجاه الدوران عندي ده موجب، ده سالب، يبقى سالب الوزن واو في 2 لام جتا 30 ده يساوي صفر. يبقى هقسم على لام، يبقى أنا عندي 3 ر 1 يساوي واو في جتا 30 بجذر 3 على 2 فينا 2، 2 مع 2 باختصار واقسم على 3 يبقى ر 1 هيساوي
جذر 3 على 3 واو، او 1 على جذر 3 واو. شوف الاختيارات اللي عندي فيها جذر 3 على 3 واو. طيب المطلوب الثاني عاوز ر 2 رد الفعل العمودي على الارض عند الف اللي هو ر 2 ده. طيب لو انا جيت اشوف كده معادلات الالتزام بتاعتي، انا اقدر احلل ر 1 في اتجاهين متعامدين بالصوره دي كده. يبقى انا عندي هنا القوتين ر 1 جتا 60 و ر 1 ك 60. عند ر 2 زائد ر 1 ك 60 بتساوي واو. يبقى ر 1 ك 60 زائد ر 2 بتساوي واو. طيب ر 1 ك 60 بجذر 3 على 2 زائد ر 2 احنا استنتجناها زائد ر 2 بتساوي واو. طيب هنقل ده عكس الاشاره، يبقى ر 2 بيساوي ر 2 يساوي واو ناقص ر 1 قيمتها كام؟ جذر 3 على 3. يبقى جذر 3 على 3 في جذر 3 على 2 واو. ده هيعطيني 3 على 3 بواحد واو، يعني نص واو. يبقى واو ناقص نص واو بتساوي نص واو. الاختيار ب. لسؤال تاني. السؤال بيقول وضع جسم وزنه 50 نيوتن على مستوى مائل خشن يمين على الافق بزاويه قياسها ثيتا. يبقى انا عندي مستوى مائل خشن يعني في احتكاك سكوني او احتكاك حركي حسب المعطى بزاويه ثيتا. اذا كان اقل واكبر قوه موازيه للخط اكبر من تجعل الجسم متزن. لما هي كلمه اقل واكبر قوه، اقل قوه بتحفظ الجسم من الانزلاق واكبر قوه بتجعل الجسم على وشك الحركه الاعلى. نقول تاني، اقل قوه، اقل قوه بتجعل الجسم متزن هي اقل قوه تحفظ الجسم من الانزلاق، يبقى الجسم على وشك الحركه لاسفل، وبالتالي هيكون في عندي احتكاك قوه احتكاك لاسفل. يبقى عندي قوه اقل قوه 10، الجسم يكون على وشك الحركه لاسفل، يعني القوه هنا تحفظه من الانزلاق. يبقى لو قال لي كلمه تحفظه من الانزلاق او تجعله متزن، يبقى هنا عندي ميم سين ر، وعندي مركبه الوزن اللي هو واو جا ثيتا، وعندي طبعا رد الفعل العمودي ومركبة الوزن اللي هي واو جتا تيتا. طيب أنا بقول معادلات الالتزام بتاعتي، ر رد الفعل يساوي واو جتا ثيتا و ميم سين والمعاملة السكوني في ر، عاور على طول مباشر ب ر واو جتا ثيتا زائد واو جا ثيتا يساوي 10. دي الحاله الاولى او المعادله الاولى. برضو الوزن 50 مباشره، انا هعمل الوزن 50 متصل الارقام دي، يبقى انا عندي 50 او هقسم على 10 كمان يبقى 5 هنا احنا قلنا القوه 10 دي قوه تحفظه من الانزلاق، يعني الجسم على وشك الحركه الاسفل، يبقى معامل الاحتكاك يكون عكس اتجاه الحركه يعني لاعلى. يبقى هناخد اعلى اكبر قوه هنا 40، ده 40 يبقى الجسم على وشك الحركه لاعلى والاحتكاك عكس اتجاه الحركه. طيب الجزء الثاني لو القوه 10 يبقى بتحفظه او تمنعه من الانزلاق زي ما قلنا لاسفل، يبقى معامل الاحتكاك او اتجاه قوه الاحتكاك هيكون عكس اتجاه الحركه. لو الجسم او القوه هنا 10 يبقى قوه الاحتكاك هتكون لاعلى اللي هي ميم س في ر، ومركبه الوزن لاسفل واو جا ه. طيب احنا بس نختصر دي كده، يبقى انا عندي هقسم على 10
يبقى هنا 5 ميم سين جتا ثيتا زائد الوزن برضه 50، يبقى انا عندي 5 جا ثيتا بتساوي 4. هذا المعادلة رقم 1. طيب المعادلة رقم 2 من هنا، يبقى انا عندي 10 زائد ميم ر، وبرضه نفس ال ر هتساوي واو جتا ثيتا يساوي 10 زائد ميم سين، ميم سين اللي هو عامل احتكاك السكوني في ر تعويض مباشر ب واو جتا ثيتا، ده القوة الأعلى، تساوي القوة المحركة الأسفل اللي هي واو جا ثيتا. طيب برضه عندي الوزن قيمته 50، ببسط الأرقام شوية، يبقى أنا عندي 10 زائد ميم سين في 50 جتا ثيتا بتساوي 50 جا ثيتا. دي المعادلة الثانية. كده أقدر برضه نفس الكلام هعمل، هقسم على 10 ب 2 وأبسط المعادلة، أو عندي 1 زائد ميم سين في جتا ثيتا بتساوي 5 جا ثيتا، وأحل المعادلتين جبريا مع بعض. أقدر أستنتج منهم قياس زاوية الميل اللي هي الثيتا. فكرة بسيطة، هناخد بس بالنا من كلمة أقل وأكبر قوة، يبقى كلمة أقل قوة بتمنع الجسم من الانزلاق لأسفل، بيكون معامل الاحتكاك، معامل الاحتكاك عكس اتجاه الحركة يكون لأعلى. أكبر قوة تجعله على شكل الحركة لأعلى، تكون قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة. آخر سؤال معانا وبعدين يكمل معانا مستر وليد. السؤال بيقول ألف باء خطيب غير منتظم. احنا لما بنسمع كلمه غير منتظم بنخض شويه، لكن الامور بسيطه. انا بفرض ان نقطه تاثير الوزن على بعد ثابت من احد الطرفين. قضيب غير منتظم، قضيب غير منتظم يعني الوزن ما اعرفش مكانه فين، هذا الف باء. انا بفرض مباشره ان وزن القضيب بيبعد عن الف بمقدار سين، ده الوزن. طول القضيب 1 متر يتجه استقراطي على حاملين عند جيم ودال، حيث الف جيم بتساوي 20. انا عندي هنا حامل عند نقطه جيم 20 سم، و ب دال 10 سم، دي نقطه دال، والبعد هنا 10 سم. اذا كان اكبر ثقل يمكن تعليقه من نقطه الف او، يبقى عندي هنا احتمالين رسمتين، كلمه او دي حاله ودي حاله، أو من نقطة باء دون أن يختل توازن القضيب هو 5 و4. طيب أنا لو قلت أكبر ثقل يمكن تعليقه من ألف هو 5، يبقى أنا لو علقت ثقل من هنا قيمته 5، إيه اللي هيحصل؟ ده أكبر ثقل يمكن تعليقه دون أن يختل التوازن، معناها إن الجسم هيكون على وشك الدوران حول جيم، بمعنى إن مش هيكون في عندي رد فعل عند البايفوت عند نقطة الارتكاز التانية. يبقى انا عندي فيه هنا ر الحاله الاولى، اقول ر بيساوي واو زائد 5، والقضيب متزن، يبقى العزم هاخد العزم عند الف مباشره بيساوي صفر. طيب العزم عند الف، انا عندي واو في سين، واو في سين بيساوي طبعا ده بالسالب وده بالموجب، او على طول بيساوي ر في 20، 20 ر. طيب انا عندي واو سين يساوي 20 في ر، رد الفعل بيساوي واو زائد 5، واو زائد 5. دي المعادله الاولى بتاعتي، او لو عايزين نظبطها كمان نقول واو سين بتساوي 20 واو زائد 100، دي المعادله الاولى. طيب الحاله الثانيه، احنا قلنا كده او هنا معناها ان هو لو استبدل الثقل ده بثقل تاني عند باء قيمته 4، يكون الجسم او القضيب دون ان يختل التوازن، يبقى الجسم على وشك الدوران عند دال، يبقى انا عندي فيه هنا رد فعل عند دال، وهنا الجسم على وشك الدوران، مفيش ضغط على نقطه الارتكاز الثانيه، يبقى اصبح الشكل بالنسبه لي
اوضحه تاني كده، انا عندي قوه شد الاسفل مضاد 4 او وزن الاسفل مضاد 4، وعندي وزن القضيب. طب ناخد بالنا احنا قلنا القضيب ده طوله متر، يعني ده او 1 متر، دي س، والطول ده كله 100 ناقص س، 1 متر 100 سم ناقص س، ده الوزن. وعندي الضغط هنا اللي هو ر شرطه. طيب المعادله بتاعتي برضو انا عندي ر شرطه تساوي 4 زائد واو او واو زائد 4، وعندي العزم حول، هاخد العزم المره دي هنا عند نقطه ب بيساوي صفر، يبقى ده هيعطيني ر شرطه في 10 يساوي الوزن مضروب في 100 ناقص س. قيمه ر شرطه ب 4 زائد واو، 4 زائد واو في 10 تساوي عندي هنا 100 واو، 100 واو ناقص واو س، وانا عندي واو س موجوده هنا بتساوي 20 في واو زائد ه، فعود مباشر عن واو س ب 20 واو زائد ه او 20 واو زائد 100، يبقى هنا 100 واو ناقص 20 واو ناقص 100 هيعطيني 20 واو، هنقلها بعكس الاشاره، وهنا عندي 10 واو زائد 40، اقدر احسب قيمه الوزن مباشره. اتمنى يكون قدمنا لكم بعض المسائل المفيده البسيطه اللي وارد ان شاء الله تكون في امتحان بكره. اتمنى لكم التوفيق، ومعانا مستر وليد هيكمل مسائل جديده. اتفضل مستر وليد. تفضل مستر وليد، المايك واشتغل. ماشي تمام، اتفضل. الشعر واضح يا جماعة، السلام عليكم. تمام اتفضل. الشعر واضح يا زعلاء؟ الشعر تاني. تمام، السلام ورحمة الله. الشعر تاني يا مستر اتفضل. كده تمام؟ تمام اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي وشعبة الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هكمل معاكم بعد الأستاذ علاء، نشوف مجموعة من المسائل كلها من كتاب المدرسة، وربنا يوفقكم بكرة إن شاء الله. السؤال الأول بيقول: وضع جسم وزنه 20 نيوتن على مستوى أفقي خشن، فإذا كان معامل احتكاك السكوني بين الجسم والمستوى يساوي ربع، أوجد في عندي مطلوبين. المطلوب الأول مقدار القوة الأفقية التي تكفي لجعل الجسم على وشك الحركة. المستوى اللي معانا مستوى أفق خشن في جسم موضوع عليه، الجسم ده كتلته 20 نيوتن، طبعًا عارفين إن الوزن بتاع الجسم بيأثر رأسيًا لأسفل. في رأسيًا لأعلى هنا بتكون قوة رد الفعل العمودي اللي إحنا بنديها الرمز ر. بيقول عاوز مقدار القوة الأفقية، يبقى في الاتجاه ده قوة أفقية، القوة دي بتحاول انها تجعل الجسم على وشك الحركه، يعني في الحاله دي الاحتكاك عندي بيكون احتكاك نهائي، وبالتالي قوه الاحتكاك بعبر عنها بميم ر. بمنتهى البساطه هعمل معادلات الاتزان. المركبه مركبه رد الفعل العمودي اللي هي ر بتساوي الوزن اللي هو 20، يبقى المعادله الاولى ر تساوي 20 نيوتن. المعادله الثانيه قاف تساوي ميم ر، قاف تساوي ميم ر، وهو ايه اللي في السؤال؟ ان معامل احتكاك بيساوي ربع، يبقى هنا ربع في ر انا حسبتها خلاص ب 20، هختصر ربع مع ال 20 تطلع بتساوي 5 نيوتن، وده مقدار القوه الافقيه اللي بتكفي لجعل الجسم على وشك الحركه. المطلوب الثاني عاوز القوه التي بتميل على المستوى بزاويه قياسها 30 درجه وتجعل الجسم على وشك الحركه. يبقى انا معايا الحاله الثانيه، القوه
بترميلها على المستوى بزاويه قياسها 30، يعني هي دي قياسها بيساوي 30 درجه. طيب انا عندي الوزن هنا 20 نيوتن، في راسيا لاعلى هنا قوه رد الفعل العمودي، دي القوه اللي هو بيسالني عليها، هنحللها مركبتين، مركبه افقيه الزاويه دي 30، هيبقى هنا قاف جتا 30، وفوق هنا مع رد الفعل هتبقى قاف جا 30، وهنا طبعا عكس اتجاه الحركه المحتمل بيبقى في قوه الاحتكاك النهائي اللي هي ميم ر. وهكتب برضه معادلات الاتزان، المعادله الاولى ر زائد ما ننساش قاف جا 30، جا 30 بنص، يبقى نص قاف بيساوي الوزن اللي هو 20. ممكن استنتج من هنا ان ر بتساوي 20 ناقص نص قاف، ودي المعادله الاولى. المعادله الثانيه هناخد المركبات اللي هي الافقيه دي، قاف في جتا 30 اللي هي جذر 3 على 2، يعني جذر 3 على 2 قاف بتساوي ميم اللي هي ربع ر. هنعوض دي المعادله الثانيه، هنعوض من المعادله الاولى في المعادله الثانيه عن قيمه ر، اذا جذر 3 على 2 قاف بتساوي ربع في ر اللي احنا جبناها من المعادله الاولى اللي هي 20 ناقص نص قاف. اذا جذر 3 على 2 في قاف بيساوي، هنفك الاقواس، 20 في ربع يبقى 5 ناقص ربع في نص يبقى 8 قاف. هنقل 8 قاف ده للطرف الايمن واخد قاف عامل مشترك، فيبقى لي جذر 3 على 2 زائد 8 بيساوي 5، وبالتالي قاف هتساوي 5 على القوس اللي عندنا ده، هتطلع 5 هنضرب 1 رقمات هتبقى 40 على 4 جذر 3 زائد 1. عاوز تسيبها كده ماشي، عاوز تقول تقريبا الآلة الحاسبة هتطلع تساوي تقريبا بتساوي 5 5 نيوتن. نشوف السؤال الثاني، بيقول وضع جسم وزنه واو نيوتن على مستوى افقي خشن. الجسم اللي موضح عندنا في الرسم ده وزنه واو نيوتن، طبعا الوزن بيؤثر راسيا لاسفل، الوزن هنا واو، وهنا في دي مركبه رد الفعل العمودي. بيقول وكان قياس زاويه الاحتكاك بين الجسم والمستوى لام، زاويه الاحتكاك بين الجسم والمستوى مقدارها لام، شد الجسم بقوه تميل على المستوى الافقي بزاويه قياسها ه، القوه دي بتميل على المستوى الافقي ده بزاويه قياسها ه. المفروض ان في الجهه المقابله هنا بيكون فيه قوه الاحتكاك اللي هي م ر. طيب هو بيقول لي ان قياس زاويه الاحتكاك بين الجسم والمستوى لام، فين زاويه الاحتكاك؟ زاويه الاحتكاك تعرفها هي الزاويه المحصوره بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل. زاويه الاحتكاك التعريف بتاعها ممكن يسالني يجيب لي سؤال عليها نظر في الامتحان، يقول لي زاويه الاحتكاك هي الزاويه المحصوره بين مين ومين، ابقى عارف هي الزاويه المحصوره بين ر ور شرط، يعني بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل، يعني هي دي الزاويه اللي بتساوي لام. انا ممكن احل المساله بطريقتين، ان انا احلل قاف في الاتجاه ناحيه اليمين ده كده، والمركبه الثانيه مع رد الفعل، وممكن نشتغل بقاعده لامي. بس عشان اشتغل بقاعده لامي احنا عارفين ان ر شرطه ده محصله ر وميم ر، يا اما اشتغل بر وميم ر، يا اما اشتغل بالمحصله بتاعتهم اللي هي ر شرطه. فانا معايا كده الجسم متزن تحت تاثير ثلاث قوى، القوه الاولى اللي هي الوزن الراسي الاسفل، القوه الثانيه اللي هي قوه الشد اللي هي بتميل على الافقي بزاويه قياسها ايه، القوة الثالثة اللي هي رد الفعل المحصل اللي هي بتصنع مع الرأسي أو مع رد الفعل العمودي زاوية قياسها لام. طيب قلنا هنشتغل بقاعدة لامي، الزاوية دي قياسها ه والزاوية دي زاوية قايمة، يبقى الزاوية دي قياسها 90 ناقص ه. نفس الكلام دي لام ودي كلها 90، يبقى دي 90 ناقص لام. هنشتغل بقاعدة لامي، يبقى قاف هنقسمها على الزاوية المحصورة بين القوتين التانيين، قاعدة لامي بنقسم مقدار كل زاوية على جيب الزاوية المحصورة من القوتين الأخرين، يبقى أنا هقسم قاف على الزاوية المحصورة بين ر شرطة وواو، الزاوية دي قياسها 90 درجة، ودي قياسها 90 ناقص لام، مجموعهم 90 زائد 90 ناقص لام، يعني جا 180 ناقص لام، يبقى هنا جا 180 ناقص لام، اللي هي من قوانين حساب المثلثات بتساوي جا لام، الخطوة الجاية هقول له ده بيساوي جا لام. الوزن اللي هو واو على جيب الزاوية المحصورة بين القوتين التانيين، القوتين التانيين اللي هما قاف ور شرطة، الزاوية هنا 90 ناقص ه وهنا لام، يعني هتبقى جا 90 ناقص ه زائد لام. ممكن آخد الإشارة سالب كده عامل مشترك، هتبقى 90 ناقص
لما اخد سالب مشترك هتبقى ه ناقص لام. وجا 90 ناقص اي زاويه بيساوي جتا نفس الزاويه، يعني جتا ه ناقص لام. يبقى انا وصلت دلوقتي ان قاف على ج لام بيساوي واو على جتا ه ناقص لام. هو بيسالني على قيمه قاف، هعمل ضرب تبادلي هيبقى قاف بتساوي واو في ج لام واو ج لام على جتا ه ناقص لام. ودي مقدار القوة اللي بتجعل الجسم على وشك الحركة. هو السؤال بيقول لي اثبت ان مقدار هذه القوة بيساوي، خلاص وصلنا المطلوب ده. المطلوب الثاني بيقول لي ثم اوجد اصغر، اوجد اصغر مقدار لهذه القوة وشرط حدوث ذلك. القوة اللي احنا وصلنا لها ليه عاوزها تبقى قيمة صغرى. انت عارف لما بيكون عندي كسر، الكسر ده كل ما مقامه بيكبر قيمة الكسر نفسها بتقل. علشان قاف دي تكون اقل قوة لازم المقام ده يكون اكبر ما يمكن. اكبر قيمة لجتا ه ناقص لام ان هي تكون بتساوي واحد. طيب امتى جتا اي زاويه يساوي واحد؟ لما تكون الزاويه اللي هي ه ناقص لام بتساوي صفر، يعني ه بتساوي لام. يعني علشان احصل على، عشان نحصل على اصغر قوه لازم يكون زاويه ميل القوه على الافقي بتساوي زاويه الاحتكاك. علشان نحصل على اصغر قوه لازم تكون زاوية الميل بتاعة القوة دي على المستوى الأفقي لازم تتساوى مع قياس زاوية الاحتكاك. يبقى هو بيقول لي شرط حدوث ذلك، خلاص هنكتب بقى بالعربي كده، إن علشان القوة قاف تكون أقل قيمة لازم يكون زاوية ميل القوة على الأفقي يتساوى مع زاوية الاحتكاك، وعندئذ هيكون مقدار القوة قاف، خلاص احنا اتفقنا إن المقام ده بيساوي واحد، هتبقى قاف بتساوي واو جا لام. يبقى أقل قيمة للقوة قاف واو جا لام، والكلام ده بيحصل عندما هي تساوي لام. سؤال رقم 3، وضع جسم مقدار وزنه 3 نيوتن على مستوى ماء الخشن، لوحظ أن الجسم يكون على وشك الانزلاق إذا كان المستوى يميل على الأفقي بزاوية القياس 30 درجة. أنا هقف هنا شوية كده. هقول ملاحظة مهمة قالها الأستاذ علاء وهو معانا من شوية، كان بيقول إن إذا وضع جسم على مستوى ماء الخشن وكان على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط، فإن قياس زاوية الاحتكاك بيساوي قياس زاوية ميل المستوى على الأفقي. الجسم لما بيكون على وشك الانزلاق تحت تأثير وزنه فقط ه تساوي لام. ه اللي هي زاوية ميل المستوى على الأفقي تساوي لام اللي هي زاوية الاحتكاك. طيب هو بيقول إن الجسم على وشك الانزلاق لما بيميل على الأفقي بزاوية اللي هي ه بتساوي 30 درجة. طب ما أنا عندي ه بتساوي لام بتساوي 30. وإحنا عارفين إن معامل الاحتكاك م بيساوي ظا لام، يعني بيساوي ظا 30، يعني جذر 3 على 3. يبقى السطر ونص اللي في الاول دولت استفدت منهم ان انا قدرت احسب منهم قيمه معامل الاحتكاك. طيب كويس، بعدين ايه اللي حصل؟ بيقول لي فاذا زيد ميل المستوى ل 60 درجه، الجسم كان متزن او على وشك الانزلاق لما كانت الزاويه 30. طبيعي لما انا ازود ميل المستوى ل 60 درجه المفروض ان الجسم هيتحرك فعلا على المستوى، هيبدا ينزلق لاسفل. هو طلب مني ايه بقى؟ هو مش عاوز الجسم ينزلق، بيقول لي اوجد اقل قوه تؤثر في الجسم موازيه لخط اكبر ميل وتمنعه من الانزلاق. الجسم ده عشان ما ينزلقش الاسفل بدا ياثر عليه بقوه موازيه لخط اكبر ميل. طيب نحط بقى القوه بتاعتنا على الرسم. الجسم هنا وزنه 30 نيوتن، هنحلله هنا 30 ج ه اللي هي 60، وهنا 30 جتا 60. كده انا خلاص حللت الوزن. هنا دي رد الفعل العمودي، المفروض ان هنا في القوه اللي هو بيسالني عليها اللي هي هتمنع الجسم من الانزلاق. طيب الجسم دلوقتي انا بمنعه من الانزلاق لاسفل، يعني الجسم بيميل الى الحركه لاسفل، يبقى المفروض قوه الاحتكاك النهائي اللي هي ميم ر دايما بتكون عكس اتجاه الحركه، يعني لاعلى. اذا كان الجسم بيميل للحركه الاسفل يبقى ميم ر لاعلى، اذا كان بيميل للحركه الاعلى يبقى ميم ر لاسفل، يعني عموما بتكون ضد او عكس اتجاه الحركه. هكتب بعد كده معادلات الاتزان. عندنا هنا ر بتساوي 30 جتا 60، المعادله الاولى ر بتساوي 30 جتا 60، جتا 60 بنص ال 30 يبقى بتساوي 15 نيوتن، ده رد الفعل العمودي. المعادله الثانيه قاف زائد م ر بيساوي 30 ج 60، قاف زائد م ر بيساوي 30 ج 60، قاف زائد م جبناها بجذر 3 على 3،
في ر حسبناها برضو 15 بتساوي 30 في ج 60 اللي هي جذر 3 على 2. اختصر 3 مع 15 يبقى 5، يبقى ق زائد جذر 3 في 5، 5 جذر 3 بتساوي، هختصر ال 30 مع 2 يبقى 15 جذر 3، هنقل 5 جذر 3 الناحيه الثانيه كده الاشاره سالب، يبقى ق بتساوي 10 جذر 3 نيوتن، وده مقدار القوه اللي بتمنع الجسم من الانزلاق لاسفل المستوى. المطلوب الثاني عاوز مقدار القوه التي تؤثر في الجسم موازيه لخط اكبر ميل وتجعله على وشك الحركه الى اعلى المستوى. استاذ علاء كان بيحل معانا سؤال من شويه، كان في قوتين، واحده مقدارها 10 وواحده مقدارها 40. القوه 10 دي كنا بنسميها اقل قوه بتحافظ على اتزان الجسم، يعني القوه اللي بتمنع الجسم من الانزلاق لاسفل، اقل قوه بتمنعه من الانزلاق لاسفل. والقوه 40 كانت بتجعل الجسم على وشك الحركه الاعلى، كنا بنسميها اكبر قوه بتحافظ على اتزان الجسم. يبقى القيمه العظمى والقيمه الصغرى للقوه اللي بتجعل الجسم متزن، القيمه الصغرى بتمنعه من الانزلاق والقيمه العظمى بتجعله على وشك الحركه لاعلى. يبقى في الحاله الثانيه الجسم معانا على وشك الحركه لاعلى، هنحط برضو القوه بتاعتنا على الرسم. الجسم كان وزنه 30، هنا 30 جت 60 وهنا 30 جا 60، ده رد الفعل العمودي ودي القوه. خلاص اتفقنا الجسم على وشك الحركه الاعلى المستوى، يبقى قوه الاحتكاك النهائي بتكون عكس اتجاه الحركه. هنكتب معادلات الاتزان. المعادله الاولى ر بتساوي 30 جتا 60، ر بتساوي 30 جتا 60 اللي هي نص، يبقى بيساوي 15. المعادله الثانيه ق بتساوي م ر زائد 30 جا 60، يبقى ق بتساوي م جذر 3 على 3 في ر 15 زائد 30 في جذر 3 على 2، يبقى ق بتساوي، هنختصر 3 مع 15 يبقى 5 جذر 3، زائد هنختصر ده برضه يبقى 15 جذر 3، تطلع تساوي 20 جذر 3 نيوتن، ودي مقدار القوة اللي بتجعل الجسم على وشك الحركة الأعلى. ونخلي بالنا ان الناتج هنا 20 جذر 3، والمره اللي فاتت كان الناتج 10 جذر 3، يعني اقل قوه فعلا اللي بتجعل الجسم او بتمنع الجسم من الانزلاق مقدارها 10 جذر 3 بس، لكن القوه اللي بتجعل الجسم على وشك الحركه الاعلى 20 جذر 3، يعني فعلا اكبر من الحاله الاولى. سؤال كمان مهم بيقول كتلتان 3 و5 كيلو جرام متصلتان بخيط خفيف وموضوعتان على مستوى ماء الخشن، وكان معامل احتكاك السكون بين المستوى والجسمين 2 على 3 و4 على 5 على الترتيب. طبعا عارفين على الترتيب، هو قال لي في اول السؤال الكتله الاولى 3 والكتله الثانيه 5، لما جه يديني معامل احتكاك قال لي ثلثين واربع اخماس، يبقى الكتله 3 معامل احتكاك بتاعها ثلثين والكتله 5 معامل احتكاك بتاعها اربع اخماس. بين اي الجسمين يوضع اسفل الاخر حتى يتحرك الجسمان معا. احط اي جسم فيهم اسفل الاخر عشان الجسمين يتحركوا معا. معنى الجسمين يتحركوا معا معناها الجسمين يتحركوا والخيط مشدود. انا ممكن احط جسم فوق وجسم تحت، الجسم اللي فوق تكون سرعته اكبر من الجسم اللي تحت، وبالتالي الجسم اللي فوق هيتحرك والخيط مرتخي. هو مش عاوز كده، هو عاوز الخيط يكون مشدود. طيب في عندنا قاعده هي طبعا لها اسباب، بس احنا النهارده مش بصدد بقى ان احنا نقعد نثبت في حاجات نظري. في قاعده بتقول ان عشان الجسمين يتحركوا والخيط مشدود يجب وضع الجسم ذو معامل احتكاك الاقل اسفل الجسم الاخر. عشان الجسمين يتحركوا والخيط مشدود عشان يتحركوا معا، بنحط الجسم اللي معامل احتكاك، ماليش دعوه بالكتله، ما قلتش بنحط الكتله الاكبر فين او الاقل فين، بنحكم بناء على معامل احتكاك. الجسم اللي معامل احتكاك بتاعه اقل ده بيتحط تحت. طب انت عندك التلتين دي على الاله الحاسبه كده لو عملتها تطلع 66 من 100، والاربع اخماس دي 8 من 10، يبقى التلتين اقل، وبالتالي الجسم المعامل بتاعه المعامل احتكاك بتاعه تلتين اللي هو التلاته ده يتحط تحت. يبقى هنا الجسم ده اللي هو تلاته وده اللي هو خمسه. انا هاخد الجسم تلاته ده احلل الوزن على طول. طبعا الزاويه دي انا لسه ما اعرفهاش، هو اصلا بيسالني عليها. السؤال اهو بيقول اثبت ان ظل زاويه ميل المستوى على الافقي عندما يكون الجسمان على وشك الحركه بيساوي 3 ارباع. عايز اثبت ان الزاويه دي الظل بتاعها بيساوي 3 على 4. هنحلل الوزن هنا 3 جاهه وهنا
3 جت اهي، وطبعا هنا في ر 1. نفس الحكايه الجسم ده كتلته 5، هنحلل الوزن هنا 5 جه اهي، وهنا 5 جت اهي، وهنا ر 2. طبعا ردين الفعل دول مش متساويين. طيب هنا الجسمين دول متصلين ببعض عن طريق حبل او خيط، طالما في خيط يبقى في شد في الخيط. الجسم اللي كتلته 3 بيأثر عليه الشد لأعلى، يعني السهم ده بيعبر عن الشد في الخيط بالنسبة للجسم اللي كتلته 3، والسهم ده بيعبر عن الشد في الخيط بالنسبة للجسم اللي كتلته 5. يعني الخيط فيه شدين، شد بيأثر على الجسم اللي كتلته 5 ده اتجاهه الأسفل، والخيط اللي بيأثر على الجسم الثاني أو فيه شد في الخيط الثاني بيكون اتجاهه الأعلى. طيب دلوقتي اتجاه الحركة المفروض إن هو بيكون اتجاه الحركة المحتمل بيكون الأسفل. كل جسم بيأثر عليه قوة احتكاك بتكون عكس اتجاه الحركة. الجسم اللي كتلته 5 بيتحرك لأسفل، يبقى هنا المفروض فيه ميم ر. طيب ميم بكام؟ جسم اللي كتلته 5 معامل احتكاك بتاعه بأربع أخماس، يبقى هنا فيه أربع أخماس ر 2. الجسم اللي هو 3 ده برضه بيتحرك لأسفل لأن الجسمان بيتحركوا معا، يبقى المفروض إن فيه لأعلى ميم ر. الميم بتاعته بتلتين، يبقى هنا تلتين ر 1. وأبدأ أكتب بقى معادلات الاتزان بتاع كل جسم من الاثنين. لو بدانا بالجسم اللي كتلته 3، عندي هنا ر 1 بتساوي 3 جتا اهي، ر 1 بتساوي 3 جتا اهي، دي المعادله الاولى. المعادله الثانيه هنا تلتين ر 1 زائد ش، دي القوه المؤثره الاعلى بالنسبه للجسم اللي كتلته 3، تلتين ر 1 زائد ش بيساوي 3 جاهي. طيب ما انا ممكن اعوض عن ر 1 من المعادله الاولى، ر 1 بتساوي 3 جتا اهي، لو انا عوضت في المعادله الثانيه يبقى 2 على 3 في ر 1 اللي هي 3 جتا اهي زائد ش بتساوي 3 جاهي. هختصر ال 3 مع ال 3 هيبقى لي هنا 2 جتا اهي، هنقلها الناحيه الثانيه يبقى ش بتساوي 3 جا ه ناقص 2 جتا ه. ودي المعادلة الأولى الخاصة بالجسم اللي كتلته 3. لو عملت نفس الكلام مع الجسم الثاني اللي كتلته 5، معادلة الاتزان ر 2 بتساوي 5 جتا ه، ر 2 بتساوي 5 جتا ه. طيب المعادلة الثانية 4 على 5 ر 2 بيساوي 5 جاهي زائد، ما ننساش ان لسه في شد، زائد ش. اعوض برضه بنفس الطريقه اللي فاتت، اعوض عن ر 2 ب 5 جتا اهي، يبقى 4 على 5 في 5 يبقى 4 جتا اهي بتساوي 5 جاهي زائد ش. اخلي ش في الطرف لوحدها يبقى ش بتساوي 4 جتا اهي ناقص 5 جاهي، 4 جتا اهي ناقص 5 جاهي. هساوي المعادلتين دول ببعض لان الطرف الايمن لكل واحده فيهم عباره عن ش، هيبقى هنا 3 جاهي ناقص 2 جتا اهي، الكلام ده بيساوي 4 جتا اهي ناقص 5 جاهي. هجمع جاهي في طرف وجتا اهي في طرف، هيبقى 3 جاهي زائد 5 جاهي هتبقى 8 جاهي بتساوي 4 جتا اهي، هنقل دي الناحيه الثانيه بموجب 2 يبقى 6 جتا اهي، يبقى ممكن نقول له ان جاهي على جتا اهي اللي هي ظاهي بتساوي 6 على 8، يعني باختصار بتساوي 3 على 4، هو ده المطلوب. اعتقد ان السؤال سهل، بس هو محتاج بس ان احنا نركز كويس جدا واحنا بنحط القوة على الرسم عشان ما ننساش حاجه او نعكس اتجاه حاجه، المساله كلها طبعا هتطلع مش مظبوطه. سؤال تاني بيقول لي في الشكل المقابل، سؤال مباشر خالص، بيقول لي احسب القياس الجبري لعزم القوة 100 نيوتن بالنسبة للنقطة ألف، القوة اللي هي مقدارها 100 نيوتن دي، عايزين نحسب العزم بتاعها حول نقطة ألف. طبعا احنا عارفين ان العزم بيساوي مقدار القوة في زراعة. لو انت مش قادر تحسب الزراعة بتاع القوة صح، لو انت قلقان او انت الهندسة عندك بتاعت ايام زمان دي، الشغل الاعدادي والاولى ثانوي والكلام ده مش مظبوطة معاك قوي، حلل القوة. القوة 100 دي حلل لمركبتين، مركبة أفقية هنا
المركبه الراسيه طبعا هتكون في الاتجاه ده، ده المجاور، الاتجاه ده المجاور هيبقى 100 جتا 45، وهنا الراس ده هيكون 100 جا 45. احنا عايزين نحسب العزم بالنسبه لنقطه الف. طيب خلي بالك من اتجاه الدوران، اذا كان اتجاه دوران القوه مع عقارب الساعه القياس الجبري للعزم بيكون اشارته سالبه، واذا كان عكس اتجاه دوران عقارب الساعه بيكون اشارته موجبه. القوه اللي هي 100 جتا 45 اتجاه الدوران في نفس اتجاه عقارب الساعه يبقى سالب 100 جتا 45. الذراع بتاع القوه، القوه اهي، القوه اللي هي دي والنقطه اللي هي الف، بسقط عمود من القوه على خط عمل من النقطه على خط عمل القوه. لما اسقط عمود من النقطه الف على خط عمل القوه اللي هو ده كده هيطلع الطول ده. الطول ده هو نفس الطول ده اللي هو 1.4 متر. ده بالنسبه للقوه الاولى. القوه الثانيه اللي هي 100 جا 45 اتجاه الدوران هيكون في الاتجاه ده كده. يعني نفس اتجاه دوران عقارب الساعه، وبالتالي هيكون اشارتها القوه اشارتها موجبه، يبقى 100 جا 45 في الذراع بتاع القوه هسقط عمود من النقطه على خط عمل القوه، القوه اهي. هي دي القوه. هسقط عمود منها كده هنا هيبقى البعد ده اللي هو 4 من 10. الباقي بقى ممكن ان انت طبعا جتا 45 دي بجذر 2 على 2 او 1 على جذر 2 هتطلع الناتج النهائي بتاعها سالب 50 جذر 2. ونخلي بالنا من الوحدات برضه ما ننساهاش، القوه مديها لي 100 والابعاد مديها لي بالمتر يبقى نيوتن متر. تؤثر القوة قاف في المستوى س ص على المثلث واو ا ب، فإذا كان القياس الجبري لعزم القوة قاف بالنسبة للنقطة واو بيساوي 84 نيوتن في متر، والقياس الجبري لعزمها بالنسبة للنقطة ألف بيساوي سالب 100 نيوتن متر، والقياس الجبري لعزمها بالنسبة للنقطة ب بيساوي صفر. عين قاف. أنا عندي ملاحظة مهمة جدا بتقول إن القوة إذا كانت بتمر بنقطة فإن عزم هذه القوة حول هذه النقطة بيساوي صفر. القوة بتمر بنقطة يبقى عزمها بيساوي صفر. والعكس لو كان عزم القوة بيساوي صفر يبقى أكيد القوة دي بتمر بالنقطة دي. طيب أنا هبدأ من آخر مسألة، بيقول لي والقياس الجبري لعزمها بالنسبة للنقطة ب بيساوي صفر. بما أن القياس الجبري لعزم القوة حول النقطة ب بيساوي صفر، ده معناه إن خط عمل القوة بيمر بالنقطة ب، يعني القوة ممكن يكون شكلها عامل كده. بيمر بالنقطة ب. طيب هو مديني معلومتين كمان، ان القياس الجبري للعزم حول واو بيساوي 84 والعزم حول ا بيساوي سالب 100. النقطه ب دي بتقع على محور السينات، يبقى الاحداثي خلي بالك ان ده طوله 3 متر، يبقى النقطه ب احداثياتها 3 وصفر. عندي واو ا ده طوله 4 متر، يبقى النقطه احداثياتها 0 و4. معايا احداثيات ا واحداثيات ب، هجيب العزم عند النقطه واو واساويها ب 84 وعند النقطه ا واساويها بسالب 100. طيب انا القوه مش عندي، انا هفرض ان القوه قاف اللي هو بيسال عليها دي المركبتين بتوعها س وص، واحسب العزم حول نقطه واو. العزم حول نقطه واو بيساوي ر قرص قاف، ر ضرب اتجاه قاف بيساوي، انت بتحسب العزم فين؟ حول نقطه واو وهي بتاثر في ب، يبقى ر هنا المقصود به المتجه واو ب، واو ب بيساوي ب ناقص واو، ب ناقص واو انت عندك اصلا واو دي نقطه اصل صفر وصفر. هقول تاني الجزء ده، انا بحسب العزم حول نقطه واو وهي بتاثر في ب، انت بتحسب العزم حول واو وهي بتاثر في ب، يبقى المتجه واو ب، والمتجه واو ب بيساوي ب ناقص واو، يعني ب لان واو دي صفر وصفر، وبالتالي هنا هيبقى 3 وصفر كروس قاف اللي احنا فرضناه في الاول س وص، والكلام ده بيساوي 84 في اتجاه عين. تعرف نضرب اتجاهي لما يكون بضرب متجهين في المستوى، بضرب السين في الصاد ناقص صاد في سين، يعني 3 في صاد يعني 3 صاد ناقص 0 في سين يعني 0، الكلام ده بيساوي 84. انا حذفت المفروض عين مع عين، 3 صاد ناقص 0 يعني 3 صاد بتساوي 84، بالقسمه يبقى صاد بتساوي 28. يبقى انا جبت المركبه صاد بتاعت القوه. هعمل نفس الحكايه واحسب العزم حول نقطه ا، بيقول لي والقياس الجبري لعزمها حول ا بيساوي سالب 100. هنحسب العزم حول نقطه ا بيساوي ر كروس ق ونساويه بسالب 100، يبقى هنا سالب 100 عين بتساوي ر. في الحاله دي انت بتحسب العزم حول ا وهي بتاثر في ب، يبقى ا ب، ا ب يعني ب ناقص ا،
يعني 3 و0 ناقص 0 و4 هتطلع 3 وسالب 4 كروس قاف اللي هي س وص. 3 في ص يبقى 3 ص ناقص سالب 4 في س يبقى سالب 4 س، وهنا في سالب يبقى 4 س، الكلام ده بيساوي سالب 100. كده انا جبت علاقه بين س وص، وقبل كده كنت حصلت خلاص على قيمه ص ب 28، اعوض عن ص ب 28 احسب قيمه س، هتطلع س بتساوي سالب 46، وبالتالي القوه ق عوض هنا في الفرض اللي انا فرضته الاول، س وص يعني سالب 46 و 28 اللي احنا جبناه ده متجه القوه ق. لو طلب منك مثلا معيار القوه ق هيبقى الجذر التربيعي لسالب 46 لكل ترجيع زائد 28 ترجيع. كمان تؤثر القوة قاف 1 مقدارها 6 جذر 13 نيوتن، وقاف 2 مقدارها جذر 61 نيوتن في اتجاهات الشعاع ا ب والشعاع ا ج كما بالشكل. عاوز عزم محصلة القوتين حول نقطة واو. لازم نقرا الشكل كويس ونطلع احداثيات النقط مظبوط. هو هنا محدد لي ان القاعدة بتاعت العلم هي نقطة الاصل واو، وهنا محور س وده محور ص وهنا في محور ع. طيب انا عايز اعرف النقط اللي هي ا وب وج، عايز اعرف احداثيات النقط دي بتساوي ايه. بالنسبه للنقطه ب، النقطه ب بتقع على محور ص، وطالما بتقع على محور ص يبقى س بصفر وع كمان بصفر. طيب انا علشان احدد احداثيات النقطه صح ببدا من نقطه الاصل واشوف انا مشيت على المحاور كام وحده. هبدا من عند واو واتحرك على محور الصادات مسافه قدرها، طبعا المسافه دي هي نفسها المسافه دي 4 في الاتجاه الموجب، يبقى 0 و4 و0. طبعا تاني الس بصفر وعين بصفر لان النقطه بتقع على محور الصادات. لو طلعنا فوق هنا عند نقطه ألف، النقطه ألف دي بتقع على محور عين، يعني احداثاتها هتكون 0 و0 وعين، على محور عين يبقى الس بصفر وص بصفر. طيب دي نقطه الاصل. عشان اوصل لنقطه ألف هتحرك كده على محور عين في الاتجاه الموجب مسافه قدرها نفس المسافه دي اللي هي 6 متر. يبقى انا وصلت لان النقطه ألف 0 و0 و6 عشان بتقع على محور عين، والنقطه ب 0 و4 و0. بالنسبه للنقطه ج، النقطه ج دي بتقع في المستوى س ص، يعني ملهاش ارتفاع، يعني الاحداث عين بتاعها بيساوي 0. طيب اجيب السين والص ازاي؟ زي ما اتفقنا، ابدا من نقطه الاصل واتحرك على محور س وبعدين على محور ص. انا همشي من نقطه الاصل كده، انا عايز اوصل للنقطه ج، هتحرك على محور س كده مسافه، المسافه دي هي نفسها المسافه دي اللي هي 4، وارجع اتحرك تاني هنا على محور ص او موازن محور ص مسافه مقدارها 3. بس خلي بالك ال 3 اللي انت مشيتها دي مشيتها في الاتجاه السالب لمحور ص، ده الاتجاه الموجب ودي نقطه الاصل، الاتجاه التاني ده الاتجاه السالب. يبقى انا اتحركت من نقطه واو مشيت 4 في الاتجاه الموجب لمحور س وثلاث وحدات في الاتجاه السالب لمحور ص، يبقى 4 وسالب 3 و0. كده انا جبت احداثيات النقط اللي هتلزمني في الحل. طيب ارجع بقى للقوه ق واحد، بيقول ان القوه ق واحد دي مديني مقدارها وبتاثر في اتجاه ا ب. يلا نجيب المتجه ا ب. انت عارف المتجه ا ب بيساوي ب ناقص ا ب اللي هي 0 و4 و0 ناقص ا اللي هي 4 ناقص ا اللي هي اسف 0 و0 و6. لما نطرح هتطلع سالب 4 و4 وسالب 6. كده انا جبت المتجه ا ب. هات بقى المعيار بتاعه. معيار اي متجه بيساوي الجذر التربيع س تربيع زائد ص تربيع زائد ع تربيع، سالب 4 تربيع 16، 4 تربيع 16، 6 تربيع 36. ده لما تخلصه كده على الاله الحاسبه هيطلع بيساوي 2 جذر 13. فأنا معايا المتجه ألف ومعايا معياره، أقدر دلوقتي أجيب متجه الوحدة في اتجاه ألف ب. متجه الوحدة بيجي إزاي؟ بقسم المتجه على معياره، المتجه معايا سالب 4 و4 وسالب 6 على المعيار بتاعه اللي هو 2 جذر 13. طيب يلا بقى كل الكلام ده بعمله عشان أجيب المتجه القوة ق واحد. القوة ق واحد معيارها 6 جذر 13، وانا خلاص جبت متجه الوحده في اتجاهها. في عندي قانون بيقول ان اي متجه بيساوي معيار هذا المتجه مضروب في متجه الوحده. معيار المتجه هو مدولي في السؤال ب 6 جذر 13،
هضربها في متجه الوحدة اللي هي سالب 4 و4 وسالب 6. الكلام ده مقسوم على 2 جذر 13، هختصر 6 جذر 13 مع 2 جذر 13 هيتبقى 3، هضرب ال 3 في المتجه ده هتبقى سالب 12 و12 وسالب 8. كده احنا جبنا القوة الأولى. هرجع من أعمل نفس الكلام مع القوة الثانية. القوة الثانية المعيار بتاعها بجذر 61 لكنها بتؤثر في اتجاه الشعاع أ ج. هجيب المتجه أ ج بنفس الطريقة ج ناقص أ وأجيب معياره وأرجع أجيب متجه الوحدة بأن أنا أقسم المتجه على معياره وأستخدم نفس القاعدة دي، يبقى قاف 2 بتساوي المعيار بتاعها اللي هو جذر 61 في متجه الوحدة، يبقى معايا القوتين. بعد ما أجيب القوتين أجيب، هو عايز عزم المحصلة كل من القوتين، أجيب المحصلة. أجيب المحصلة وأطبق القانون بتاع العزم اللي هو ج بيساوي ر كروس قاف. قاف في الحالة دي اللي هي محصلة القوتين، ر كروس ح. ده بالنسبة للعزم بتاع القوتين ر كروس ح. يا رب تكون الفكرة واضحة. أنا يعني ركزت على الجزء الأول اللي أنا عملته ده، حضرتك بقى المفروض هتعيده تاني مع القوة التانية ونشوف فكرة جديدة. بيقول لي في الشكل المقابل اثبت ان محصله، اثبت ان محصله القوتين، مديني قوتين 100 نيوتن و80 جذر 2 نيوتن، عايزين نسبه المحصله دي، بيقول لي تمر بالنقطه ج. احنا قلنا من شويه ان علشان اثبت ان القوه او محصله قوتين بتمر بنقطه لازم اثبت ان العزم حول هذه النقطه بيساوي صفر. يبقى فكره المساله كلها ان انا احسب العزم عند نقطه ج ولازم العزم يطلع معايا بيساوي صفر عشان فعلا المحصله تمر بالنقطه ج. يلا نحسب العزم حول ج. القوه 100 اتجاه دورانها وهي بتلف كده حوالين النقطه ج هيكون عكس عقارب الساعه وبالتالي هتبقى موجبه. في الذراع بتاع القوه يعني بسطة عمود من النقطه على خط عمل القوه اللي هو المفروض الجزء اللي هو ا ج ده اللي هو طوله 20. القوه اللي هي 80 جذر 2 اتجاه دورانها بيكون مع عقارب الساعه يعني سالب 80 جذر 2. فين الذراع بتاع القوة؟ طبعا مش ال 25 لأن الزاوية دي مش زاوية قايمة، الزاوية دي كاتب لي عليها 45، فأنا هعمل إيه؟ هسقط عمود من النقطة عشان أجيب الذراع بتاع القوة زي ما اتفقنا، هسقط عمود من النقطة على خط عمل القوة كده. ويبقى هو ده الذراع. طيب الضلع ده، الضلع اللي إحنا عايزينه ده مقابل الزاوية 45، أنت عارف إن المجاور بيساوي الوتر في جتا والمقابل بيساوي الوتر في جا. ده مقابل بيساوي 25 في جا 45. ده الذراع بتاع القوة في 25 في جا 45 في جا 45 اللي هي 1 على جذر 2. يبقى الكلام ده بيساوي 2000 ناقص، هختصر جذر 2 مع جذر 2 هيتبقى 80 في 25 برضه ب 2000، فعلا بيساوي صفر. اذا النقطة ج بتنتمي لخط عمل المحصلة. طبعا كان في حل تاني، لو انت ما انتش قادر تجيب الذراع ده مظبوط، القوة اللي هي 80 جذر 2 الميلة دي هتحللها في الاتجاه ده والاتجاه ده، لكن طالما الزراعة سهل وانت مطمن اشتغل كده. سؤال كمان على القوى المتوازية، بيقول قوتان متوازيتان مقدار محصلتهما 350 نيوتن ومقدار احدى القوتين 500 نيوتن. عندي القوة مديني محصلة ومديني قوة، محصلة 350، محصلة دي مقدارها 350 واحدى القوتين يعني دي ح ودي مثلا وليكن القوه قاف واحد. بيقول وتعمل على بعد 51 سم من المحصله، القوه بتعمل على بعد 51 سم من المحصله. لو انا فرضت ان هنا طبعا هو في حالتين عندي، بيقول لي في اتجاه واحد اوجد القوه الثانيه والبعد بين خطي عمل القوتين، اذا كانت القوه قاف المعلومه والمحصله تعملان في اتجاه واحد. ادي القوه قاف اللي هي 500، دي القوه قاف واحد، وهنا المحصله اللي هي 350. دي المحصلة. عاوز هو القوة الثانية والبعد كده. أنا مش قادر أحدد اتجاه القوة الثانية. يا ترى القوة الثانية معاهم في نفس الاتجاه ولا عكسهم؟ فأنا علشان ما ألخبطش نفسي أنا هفرض إن في متجه وحدة اسمه إيه في الاتجاه ده، أو عاوز تفرضه في الاتجاه المضاد اللي يريحك. القوة قاف واحد دلوقتي بتساوي 500 في اتجاه إيه؟
والمحصلة ح بتساوي 350 في اتجاهية. طيب القانون بتاع المحصلة بيقول إيه؟ بيقول إن ح بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين. المحصلة قلنا 350 في نفس اتجاه المتجه ي، والقوة الأولى اللي هي قاف واحد مقدارها 500 وفي نفس اتجاه ي، زائد المجهول اللي عندي اللي هو قاف اتنين. انقل 500 ي دي بالسالب، يبقى قاف اتنين بتساوي سالب 150 ي. يعني ايه بقى سالب 150 ي؟ يعني من حيث المقدار 150، من حيث الاتجاه سالب ي، يعني في الاتجاه المضاد للقوتين دول. يعني المفروض ان القوه الثانيه هتكون على حسب الرسمه بتاعتنا دي، انا رسمت دول لاسفل، يبقى المفروض ان القوه الثانيه تكون لاعلى. طب دي مقدارها كام؟ 150 وده مقدارها 500. انت عارف لما يكون القوتين في اتجاههم متضادين المحصله بتكون في نفس اتجاه القوه الكبيره. طب انا عندي فعلا عارف ان دي في نفس اتجاه دي، يبقى المفروض ان القوه الاولى هتكون في الاتجاه ده كده. المقدار بتاعها 150 واتجاهها عكسه. طيب بيقول ان البعد كده، انا جبت مقدار القوه الثانيه، هو لسه عايز كمان البعد، او السؤال هو بيقول لي اوجد القوه الثانيه والبعد بين خطايا عمل القوتين. لو انا فرضت ان القوه الاولى بتاثر في الف والقوه الثانيه دي بتاثر في ب والمحصله بتاثر في ج، هو بيقول وتعمل اللي هي القوه 500 بتعمل على بعد 51 سم من المحصله، يعني المسافه دي 51 سم. عايز اجيب البعد من القوتين، يعني عايز اجيب طول الف ب. اجيب طول الف ب ازاي؟ هاخد العزم مثلا عند نقطه ج من عند المحصله. القوة دي مقدارها 150، طب اتجاه دورانها عكس عقارب الساعة، يبقى 150 في البعد ده كله أنا هسمي الجزء ده اللي هو بيسألني عليه ده هسميه س، يبقى س زائد 51 في س زائد 51 بيساوي المفروض القوة 500 دي هتبقى اتجاه دورانها عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة يعني تبقى سالب 500، أنا نقلتها الناحية التانية على طول ب 500 في الذراع بتاع القوة اللي هو ا ج اللي هو 51. هضرب 500 في 51 واقسم على 150، هتطلع س زائد 51 بتساوي 170، يبقى س بتساوي 119 سنتي. ده البعد بين القوتين في الحالة الأولى لما كانت القوة المحصلة في اتجاه واحد. الحالة الثانية بيقول إن هما في اتجاه متضادين، مين في اتجاه متضادين؟ القوى المعلومة المحصلة. هرسم لها رسمة ثانية، دي المحصلة مقدارها 350 ودي القوى المعلومة اللي هي مقدارها 500 وأنا عندي المسافة دي 51 سنتي. هفرض برضو إن في عندي هنا متجه اسمه إيه وليكن مثلا اتجاهه في الاتجاه ده، وأكتب القوى بتاع المحصلة ح تساوي ق واحد زائد قاف اتنين. لما اكون شغال متجهات ما بيهمنيش بقى هما في اتجاه واحد ولا في اتجاه متضادين طالما انا فرضت ايه؟ ح 350 طبعا هي بالسالب عشان عكس ايه؟ بالنسبه لقاف بقى واحد، دي قاف واحد في نفس اتجاه ايه؟ هتبقى 500 زائد قاف اتنين. هنقل 500 دي الطرف الثاني هتطلع قاف اتنين بتساوي سالب 350 ناقص 500 يبقى سالب 850 ي. يعني ايه سالب 850 ي؟ يعني مقدارها 850 ولكنها في اتجاه مضاد للاتجاه ده، يعني هتكون لاعلى في القوه اللي هي 850. طب يا ترى اتجاهها فين؟ خلي بالك بقى ان القوه دي مقدارها 850 والقوه دي مقدارها 500 وهي اتجاهها لاعلى عكس ايه؟ يعني المفروض ان القوتين يكونوا في اتجاه متضادين، ولما يكون القوتين في اتجاهين متضادين المحصلة بتبقى ناحية القوة الكبيرة، يبقى القوة الكبيرة اللي هي 850 لازم تكون في الاتجاه ده كده، رأس كده الأعلى في نفس الاتجاه ده كده، هنا 850. هسمي النقطة دي ج، وأسمي هنا أ، وأسمي الجزء ده ب. أنا معايا البعد ده كله كده بيساوي 51، أنا عايز البعد بين القوتين اللي هو الجزء ده اللي هو أ ب هسميه س. وآخد العزم برضه عند نقطة ج، يبقى سالب 500 في 51 زائد القوة الثانية اللي هي 850 في الجزء الباقي ده اللي هو 51 ناقص س. 850 في 51 ناقص س يساوي صفر. هنقل 500 في 51 الطرف الثاني، معادلة سهلة، هنوصل لأن قيمة س بتساوي 21 سنتيمتر، يعني البعد من القوتين في الحالة دي 21 سنتيمتر.
نشوف سؤال كمان، خلي بالنا عشان في حته صغيره كده، يعني جزء صغير كده الناس بتغلط فيه. بيقول لي قوتان متوازيتان ومتحدتا الاتجاه، المفروض مقداريهما يعني 5 و8 نيوتن، تؤثران في نقطتين ألف وب، حيث ألف ب 39 سنتي. عندي قوتين، القوة الأولى 5 والقوة الثانية 8، وبيقول إن هما الاثنين متحدتا الاتجاه، يعني هما الاثنين في نفس الاتجاه، أنا رسمتهم تحت. بيقول إن البعد بينهم 31 سنتي، أنا هسمي هنا ألف وأسمي هنا ب، بيقول إن البعد ده كله بيساوي 39 سنتي. إذا أضيف للقوة الأولى قوة أخرى مقدارها قاف. طب نخلينا في الجزء ده الأول. بالنسبة للجزء ده القوتين لما بيكونوا في اتجاه واحد المحصلة بتكون بتقع بينهم وفي نفس اتجاههم، يعني من حيث المقدار مجموعهم، من حيث الاتجاه في نفس الاتجاه. نقطة التأثير بنحسبها إزاي؟ أنا هفضل المحصلة هنا كده. انا خلاص انا مش عاوز المحصله كام، بس يعني هي المحصله المفروض مقدارها 13، هفرض انها بتاثر في نقطه ج. لو انا فرضت ان الجزء ده س هيبقى الجزء ده 39 ناقص س، ويلا نجيب قيمه س عشان نعرف المحصله بتاثر فين بالظبط. هتجيب قيمه س ازاي؟ هاخد العزم عند ج، القوه 5 اتجاه دورانها مع عقارب الساعه، يعني سالب 5 في س، زائد القوة الثانية اللي هي 8 اتجاه دورانها عكس عقارب الساعة، يبقى 8 في 39 ناقص س بيساوي 0، يعني سالب 5 س 8 في 39 312 ناقص 8 س. سالب 8 س وسالب 5 س يبقى سالب 13 س بيساوي سالب 312، انا قسمت على السالب هتطلع الس معايا بتساوي 24 سم. ده معناه ان الجزء ده 24 سنتي، والجزء ده 39 ناقص 24 يعني 15 سنتي. خلي بالك بقى من الجزء اللي جاي، انت ملاحظ القوه 5 بعدها عن المحصله 24، والقوه 8 بعدها عن المحصله 15، يعني كل ما القوه تقل المحصله تبعد عنها، والقوه الكبيره المحصله بتكون قريبه منها، لان المفروض ان المحصله بتقسم المسافه بين القوتين بنسبه عكسيه. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ واذا اضيف للقوه الأولى اللي هي 5 قوة أخرى مقدارها قاف، القوة 5 دي هتبقى 5 زائد قاف، زود عليها قاف، وما تكلمش على القوة 8 يعني هتفضل زي ما هي 8. إيه اللي حصل لما زود بقى؟ بيقول فإن المحصلة تتحرك 8 وحدات. المحصلة كانت هنا عند نقطة ج هنا كده، كانت في المكان ده. بيقول اتحركت 8 وحدات. طب يا ترى هو ما حددليش، ما قاليش الثمان وحدات هتمشيهم في الاتجاه ده؟ ولا في الاتجاه ده؟ ما حددش. هتصرف ازاي؟ احنا لسه قايلين ايه؟ قايلين المحصله بتقرب من القوه الكبيره. طب القوه دي كانت 5، بقت 5 زائد قاف. المحصله كانت هنا عند نقطه ج. القوه دي كبرت، قوه 5 زائد قاف كانت 5 بقت 5 زائد قاف، طالما زادت المفروض المحصله هتقرب منها كده توصل هنا. المسافه دي بقت كام؟ المسافه اللي مشيتها دي 8. طب ما كانت 24 خدنا منها 8 يبقى لسه الباقي 16، وهنا الجزء ده زي ما هو ب 15، خلي بالك المحصله بقت هنا. يعني الجزء ده كله على بعضه كده بقى 15 زائد 8 بقى 23، دي المحصله الجديده. علشان اجيب مقدار القوه قاف اللي هو بيسالني عليها هاخد العزم برضه عند النقطه، هسمي النقطه دي مثلا جيم شرطه، هاخد العزم عند جيم شرطه. القوه دي بتلف كده حوالين النقطه جيم شرطه في الاتجاه السالب، يبقى سالب 5 زائد قاف في الذراع بتاع القوة هنا 16 زائد القوة الثانية مقدارها 8 والذراع بتاعها 23 زائد 8 في 23، والكلام ده بيساوي 0. سالب 5 في 16 يبقى سالب 80، سالب ق في 16 يعني سالب 16 ق زائد 184 بيساوي 0. هنجمع سالب 80 زائد 184 يبقى 104، نقسم 104 على 16 هتطلع بتساوي 6.5 نيوتن، يعني القوة اللي لازم نضيفها على القوة 5 هتكون 6.5، الكلام ده لو حصل المحصلة هتتحرك مسافة مقدارها 8 سم. مسطرة خفيفة ألف ب، مسطرة خفيفة لسه الأستاذ علاء قايل لنا خفيفة يعني مهملة الوزن.
ترتكز مسطرة خفيفة ألف ب مقيسة بالسنتيمتر أفقيا على حاملين عند نقطة ج ودال. المسطرة اللي قدامنا دي اسمها ألف ب، بترتكز على حاملين عند نقطتين ج ودال، بحيث إن ج تنتمي لألف دال. مديني معلومة بقى، بيقول لي إن 2 ألف ج، 2 ألف ج بيساوي 2 ب دال بيساوي ج دال. انا هفرض ان الكلام ده كله كده بيساوي 2 لام، كل واحده منهم بتساوي 2 لام. يعني 2 ا ج بيساوي 2 لام، يعني ا ج بتساوي لام. 2 ب د بتساوي 2 لام، يعني ب د بتساوي لام، و ج د بتساوي 2 لام، ج د بتساوي 2 لام. طيب نحط بقى الكلام ده كده على الرسم. في هنا نقطه اسمها ج، في عندها بيقول ان في حامل عند النقطه ج، وفي حامل تاني هنا عند النقطه د، واحنا قلنا خلاص ان ا ج طولها لام، وان د ب طولها هي كمان لام، لكن ج د طولها 2 لام. بيقول ايه بقى تاني؟ علق ثقل مقداره واو نيوتن من نقطه ميم على المسطره. بيقول لي في ثقل مقداره واو يتعلق من نقطه اسمها ميم. طب ميم مكانها فين؟ ما حددش. فانا هفرض مثلا النقطه ميم دي مكانها هنا كده، وفي هنا ثقل مقداره واو. يقول فوجد انها تكون على وشك الانقلاب اذا علق من الطرف الف ثقل مقداره 10 نيوتن او. برضه الاستاذ علاء لسه قال لنا حاجه زي كده، قال لي او دي معناها ان انا هرسم رسمتين، حتى انا مجهز المسطره مرتين اهو، يبقى انا هشتغل على الجزء اللي قبل كلمه او ده، وبعدين رسمه ثانيه نكمل بقيه المساله. يبقى علق من الف هنا ثقل مقداره 10. طيب المفروض ان الحاملين دول ليهم ردين فعل، في هنا رد فعل هنا وفي رد فعل تاني هنا. بيقول لي ان المسطره على وشك الانقلاب لما علق من الف، المفروض لما علق ثقل من الف المسطره بتكون على وشك الانزلاق حول الوتد او الحامل او القريب من الف. يعني المسطره هتترفع كده من عند دال، وبالتالي مش هيبقى فيه تلامس بين المسطره وبين الحامل، وبالتالي مفيش رد فعل عند نقطه دال. هتصرف ازاي بعد كده؟ خلاص انا معايا الوقت اللي بيأثر على الجسم، الوزن ده والوزن الثاني اللي هو علقه ده، وفي هنا رد الفعل بتاع الحامل او الوتد ده. انا عشان الغي ر هاخد العزم عند نقطه ج، هاخد العزم عند نقطه ج. طب انا الاول هفرض ان الجزء ده كده اسمه س، ودي كلها كانت 2 لام، يبقى الجزء ده 2 لام ناقص س لو احتاجناه. يعني لما اخد العزم عند ج، القوه 10 هيبقى اتجاه دورانها مع عقارب الساعه، يبقى سالب 10 في البعد العمودي، ما تنساش انا باخد العزم عند ج يبقى في لام، زائد القوة الثانية دي مقدارها واو وبعدها عن جيم اللي هو س، والكلام ده بيساوي صفر، يعني واو س بتساوي 10 لام. وسيب دي شوية. إيه اللي حصل بقى تاني؟ طبعًا الأبعاد دي لسه متساوية، وأماكن أماكن الحامل ده لسه زي ما هو، هنا نقطة ج وهنا نقطة د وهنا أ ب لام، ودي كلها كده 2 لام ودي لام، وبرضه الوزن ده اللي هو واو ده لسه في نفس المكان على بعد س من ج. ايه الجديد بقى؟ او اذا علق من الطرف ب ثقل مقداره 6 نيوتن، جه عند ب هنا وحط الثقل الجديد مقداره 6 نيوتن. المفروض ان هنا في رد فعل وفي هنا رد فعل تاني. رد الفعل ده موجود معايا مفيش فيه مشكله، لان احنا اتفقنا لما بعلق ثقل من طرف او من احد اطراف القضيب، الرد الفعل على الطرف على الحامل البعيد ده اللي بيتلاشى، يعني مفيش رد فعل هنا. خد بقى العزم عند د عشان تلغي رد الفعل ده. القوه 6 اتجاه دورانها عكس عقارب الساعه، والبعد العمودي بتاعها لان، يبقى 6 لان ناقص القوه واو دي اتجاه دورانها مع عقارب الساعه، يبقى سالب واو. فين البعد العمودي؟ البعد العمودي اللي هو الجزء ده 2 لام اللي هي كل دي، والجزء ده انت فرضته س، يبقى الجزء اللي باقي ده 2 لام ناقص س في 2 لام ناقص س بيساوي صفر. ممكن اقول له واو في 2 لام ناقص س بيساوي 6 لام. طيب انا المعادله دي فيها واو وس، طبعا اللام ما يعتبرش مجهول، ومعايا مجهولين هما واو وس. لو انا قسمت المعادلتين هقدر احذف الواو وهحذف كمان اللام من الطرف ده. لما اقسم معادلتين واو هنختصرها مع واو، هيتبقى لي
إن سين على 2 لام ناقص سين بيساوي 10 لام على 6 لام، هنختصر لام مع لام ونقسم على 2 كمان تبقى 5 على 3. هعمل ضرب تبادلي. هيبقى 3 سين بتساوي 10 لام ناقص 5 سين. هجمع السين ده مع السين ده يبقى 8 سين بتساوي 10 لام بالقسم على 8 يبقى سين بتساوي 5 على 4 لام. نرجع للمطلوب، يقول لي عاوزين نسبة إن ميم ألف على ميم ب بتساوي 9 على 7. ميم ألف، ميم ألف طولها عبارة عن إيه؟ عبارة عن لام زائد سين، الجزء ده كده لام والجزء ده سين، يبقى ميم ألف طولها لام زائد سين. ميم ألف لام زائد سين يعني لام زائد، احنا جبنا سين بخمسة على أربعة لام، لام دي يعني خمسة على خمسة لام زائد خمسة على أربعة لام يبقى آسف أربعة على أربعة يبقى تسعة على أربعة لام، ده طول ميم ألف بدلالة لام. لسه عايز كمان أجيب ميم ب. ميم ب، ميم ب عبارة عن الجزء ده اللي هو لام زائد الجزء ده اللي هو 2 لام ناقص سين، يعني لام زائد 2 لام ناقص سين يعني 3 لام ناقص سين. أو ممكن أقول بتساوي طول المسطرة كلها اللي هي 4 لام ناقص اللي أنا حسبته قبل كده اللي هو ميم ألف. يبقى ميم ب، ميم ألف خلاص كنا جبناها بتساوي 9 على 4 لام، ميم ب بتساوي 3 لام ناقص سين اللي هي 5 على 4 لام، دي 12 ناقص 5 تبقى 7 على 4 لام. المطلوب كان عاوز ميم ألف على ميم ب يعني 9 على 4 لام على 7 على 4 لام، هنختصر لام مع لام 4 مع 4 يعني فعلا بتساوي 9 على 7، وده المطلوب. سؤال سهل برضه بس محتاج شوية تركيز مننا. السؤال رقم 12 بيقول ألف ب قضيب منتظم طوله 120 سم وزنه 60 نيوتن يؤثر عند نقطة منتصف، يرتكز القضيب في وضع أفقي على حامل عند الطرف ب ويحفظ في حال التوازن بواسطة خيط رأسي مثبت من نقطة على القضيب تبعد 20 سم عن الطرف ألف. طب واحدة واحدة نعمل كده اللي هو قاله. بيقول القضيب اسمه ألف ب، ألف ب طوله 120 ووزنه 60، الطول 120 يعني في المنتصف يعني هنا 60 وهنا 60 والوزن 60، يرتكز وضع افقي على حامل عند الطرف ب، في هنا حامل عند الطرف ب وبالتالي في رد فعل، ويحفظ في حالة توازن بواسطة خيط رأسي متثبت فين؟ من نقطة على القضيب تبعد 40 سم عن ألف، في نقطة هنا على القضيب بعدها هنا 40 سم علق فيها خيط، وطالما في خيط يبقى في شد. ايه كمان؟ ويحمل ثقلا مقداره 20 نيوتن عند نقطه تبعد 20 سم من الف، على بعد 20 سم من الف هنا مسافه 20 سم، جاب ثقل 20. طيب يلا نكمل بقى اطوال، ما تنساش ان نقطه تعليق القضيب دي المسافه دي كلها كانت 40، دي 20 يبقى هنا 20. القضيب كله كان طوله 120 يبقى دي 60 ودي كلها 60، دول 40 يبقى لسه هنا كمان 20. ايه المطلوب بقى؟ عين قيمة كل من الشد في الخيط والضغط على الحامل. عاوز الشد في الخيط والضغط على الحامل، يعني عاوز ش وعاوز ر. طيب ايه معادلات الاتزان؟ اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني ش زائد ر، ش زائد ر بتساوي 20 زائد 60 يعني بتساوي 80. وبعدين ايه شروط الاتزان الثانيه؟ ان العزم حول اي نقطه بيساوي صفر. ممكن اخد العزم هنا عند ب عشان الغي ر اطلع قيمه ش، وبعد ما اطلع قيمه ش اعوض اطلع قيمه ر. ناخد العزم عند ب، القوه 20، القوه 20 دي اتجاه دورانها مع عقارب الساعه تبقى سالب 20. البعد العمودي اللي هو كل ده اللي هو 20 زائد 20 زائد 60 يعني 100. دي القوة اللي هي 20، القوة 60 برضه مع عقارب الساعة
يبقى سالب 60 في البعد العمودي اللي هو الجزء ده اللي هو طوله 60 زائد شين بقى هيبقى اتجاه دورانها عكس عقارب الساعه في البعد العمودي اللي هو 20 زائد 60 يعني 80 في 80 بيساوي صفر. 20 في 100 يبقى 2000 ناقص 3600 بيساوي 70 دي 80 80 شين بيساوي 80 شين او بيساوي سالب 80 شين هنقسم على السالب بعد كده 2000 و3600 يبقى 5600 بيساوي 80 شين بالقسم على 80 تطلع شين بتساوي 70 نيوتن. كده انا جبت الشد خلاص ب 70 لسه ده رد الفعل عوض هنا عن الشد ب 70 انقل الناحيه الثانيه هيطلع رد الفعل بيساوي 10 10 نيوتن. اللي مطلوب الثاني بيقول لي وما هو مقدار الثقل الذي يجب تعليقه من الطرف ألف حتى يصبح القضيب على وشك الانفصال عن الحامل. بيقول لي ايه الثقل الذي يجب تعليقه من الطرف ألف، هاجي من عند ألف هنا وعلق ثقل هسميه مثلا واو. واو دي هتعمل ايه في القضيب؟ هتخليه على وشك الانفصال عن الحامل، يعني رد الفعل عند الحامل هنا بينعدم وابدا اعمل كلام زي الكلام اللي عملناه، اعمل معادلات اتزان جديده شين بتساوي واو زائد 20 زائد 60 يعني واو زائد 80 واخد العزم مثلا هنا اهو عند الشد مثلا هنا لو انا سميت النقطه مثلا دال كده اخد العزم عند دال القوه واو اتجاه دورانها مع قارب الساعه يبقى سالب واو في البعد ده انا اخترت العزم عند دال البعد ده طوله 40 القوه 20 برضه مع قارب الساعه يبقى سالب 20 في البعد ده طوله 20 زائد الوزن ده اللي هو 60 ده عكس عقارب الساعة يبقى 60 في البعد العمودي بينها وبين ده اللي هي 20. أحد المعادلة هتطلع معايا واو بتساوي 40. جبت واو ب 40 أعوض عن واو ب 40 هيطلع الشد بيساوي 40 زائد 80 يعني الشد بيساوي 120 والوحدات هنا عندنا نيوتن. سؤال كمان قضيب مهمل الوزن طوله 120 سنتيمتر متصل بحائط رأسي عن طريق مفصل مثبت في أحد طرفيه. ده القضيب طوله 120 سنتيمتر ودي مفصلة متثبتة كده في المفصل والمفصلة دي المفصلة متثبتة بالقضيب وطبعا في الحائط يعني الاتصال بين القضيب والحائط عن طريق المفصل. بيقول لي علق في طرف القضيب في الطرف الاخر للقضيب ثقل مقداره 120. خلاص الطرف ده متعلق فيه المفصله هنا متعلق ثقل مقداره 120. فاذا كان القضيب في حاله اتزان استاتيكي وهو افقي بواسطه حبل، الحبل متثبت فين؟ في نقطه تبعد عن نقطه تعليق الثقل بمقدار 60، الحبل ده مربوط في نقطه هنا، النقطه دي بعدها عن نقطه تعليق الثقل هنا 60. طيب ما القضيب كله طوله 210. اطرح بقى 210 ناقص 60 يبقى 150. خد الطرف الثاني بتاع الخيط ثبته فين؟ والطرف الاخر للخيط مثبت في الحائط اعلى المفصل بحيث كان الخيط يصنع زاويه مع القضيب قياسه سيتا. الخيط ده عامل مع القضيب هنا زاويه قياسه سيتا ومديني ان جا سيتا بتساوي جا سيتا هرسم مثلث كده للزاويه سيتا. جا يعني المقابل على الوتر 8 على 10 او 4 على 5 لان دي طبعا نسب ممكن اختصرها عادي المجاور ده يطلع بثلاثه. هنا في شد. ايه كمان لسه ما رسمتوش؟ طبعا المفروض ان رد فعل المفصل ده بيكون مجهول الاتجاه. لغايه دلوقتي مجهول الاتجاه هتعمل ايه؟ هحلل المركبتين هفرض ان المركبه الافقيه اسمها س والمركبه الراسيه هنا اسمها ص. هحلل الشد ده كمان هيتحلل هنا ش جا سيتا وهيتحلل في الاتجاه ده كده شين جتا سيتا. خلاص طالما القوة هتتحط على رسم تمام الباقي كله هيبقى خطوات سهلة خالص. اللي فوق بيساوي اللي تحت واليمين بيساوي الشمال. القوة سين دي في ناحية اليمين
بتساوي مركبة الشد اللي هي ش في جتا ه، جتا ه اللي هي المجاور على الوتر، هي 3 على 5. س بتساوي 3 على 5 ش. اللي فوق بقى عندي هنا ص زائد في هنا كمان ش جا ه جا 4 على 5، يبقى ش في 4 على 5 4 على 5 ش. الكلام ده بيساوي الوزن اللي هو 120. طب انا عندي مشكله، ايه المشكله دلوقتي؟ بس انت معاك ثلاث مجاهيل س وش وص، طب انت معاكش الا معادلتين. طب ما هو لسه ممكن ان انا احسب العزم عند اي نقطه، وطالما القضيب ده متزن، حاله اتزان الاستاتيك اهو، طالما القضيب ده متزن يبقى العزم حول اي نقطه بيساوي صفر. تعال نحسب العزم مثلا عند النقطه اللي عندها الشد دي عشان نلغيه. كده انا لغيت ده ولغيت ده، وخلي بالك ان المركبه س دي كمان بتمر بنفس النقطه، اي قوه بتمر بالنقطه اللي انت بتحسب عندها العزم يبقى عزمها بيساوي صفر. هيتبقى لي بس ال 120 والص. القوه 120 دي هتلف مع عقارب الساعه، يبقى سالب 120 في البعد العمودي اللي هو كام؟ 60. القوه ص هتلف برضه مع عقارب الساعه، يبقى سالب ص في البعد ده كله، احنا بنحسب العزم هنا اهو عند النقطة دي، يبقى فيه 150. يبقى ص بتساوي هتطلع سالب، مفيش فيها مشكلة، وطلع سالب عادي خالص. هتضرب 210 في 60 وتقسم الكلام ده على 150، هتطلع بتساوي سالب 48. طيب أنا مش متعود إن في مركبة رد فعل أو أي قوة عموما تطلع بالسالب. أنا كنت فرضت إن الس في الاتجاه ده والصاد في الاتجاه ده. لا، الصاد مش هتطلع في الاتجاه ده، الصاد هتطلع في الاتجاه المضاد كده طالما طلعت سالب. طيب يا استاذ دلوقتي امسح الرسم والخطوات اللي عملتها واعيد تاني؟ لا طبعا، هتسيب كل حاجه زي ما هي، وفي الاخر هو اصلا طالب منك اتجاه رد فعل المفصل. القوه لو طلعت معاك سالبه ده معناها ان في عكس الاتجاه اللي انت فرضته. كده انا جبت قيمه ص، هتعوض في المعادله دي، هتطلع قيمه ش، هتطلع ش معاك بتساوي 210 بتساوي 210. بعد ما تجيب الشين هتطلع تعوض في المعادله الاولى دي، تجيب قيمه السين، هتطلع السين بتساوي 126. خلي بالك لسه ما خلصناش، انا جبت بس مين دلوقتي؟ جبت الشد ومركبتين رد الفعل. السؤال عاوز مني ايه؟ مقدار الشد، تمام، ومقدار واتجاه رد الفعل. طب انا ما جبتش مقدار رد الفعل لسه، ده انا جبت المركبتين. المركبتين دول مركبتين متعامدتين. انت عارف ان محصله اي قوتين متعامدتين بيساوي جذر ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع، او س تربيع زائد ص تربيع. يبقى جذر القوه الاولى اللي هي س، اللي هي المركبه اللي هي جذر 126 تربيع، زائد الص اللي هي سالب 48 تربيع. كده انا جبت مقدار رد الفعل. اتجاه رد الفعل هقول له ظ ه بتساوي ص على س. ص على س، الص كنا جبناها بسالب 48 على الس ب 126، تعمل الكلام ده شيفت تان وهتكتب بس كلمه كده بالعربي تقول له ان الص مكانها مش هنا، المفروض تكون مكانها هنا. يعني الزاويه اهي دي هتكون هي الزاويه المحصوره بين رد الفعل بتاع رد فعل المفصل والقضيب، بس اتجاهها لاسفل مش لاعلى زي ما احنا كنا متخيلين قبل ما نحل كده، هيكون اتجاهها لاسفل. قالب ب سلم منتظم وزنه 30 سفلي كيلو جرام وطوله 4 متر، يرتكز بطرفه ألف على مستوى أفقي أملس وبطرفه الآخر ب على حائط رأسي أملس. مستحيل أحط سلم على حائط رأسي أملس ومستوى أفقي أملس ويتزن. طب هو بيقول اتزن، بيقول لي في السؤال إن السلم ده اتزن. طب كمل معايا كده، اتزن الجسم في مستوى رأسي وكان قياس زاوية ميله على الأفقي 45 درجة. إيه اللي خلاها تتزن بقى؟ بواسطة حبل أفقي يصل الطرف أ بنقطة من المستوى الأفقي تقع رأسيا أسفل ب، يعني هو جه ربط الطرف اللي هو على الأرض بحبل، وخد الطرف دوت الطرف التاني بتاع الحبل ربطه على الحائط أسفل ب. فإذا صعد رجل وزنه 80 سفلي كيلو جرام على هذا السلم، فأثبت أن مقدار الشد في الحبل يزداد كلما صعد الرجل، ده المطلوب الأول. طب خلينا في المطلوب الأول. ده السلم وزنه 30، طبعا سلم منتظم وزنه 30
طوله 4، يعني الجزء ده كده طوله 2 والجزء الثاني ده كله كده طوله 2. المفروض ان ده املس، يعني هنا في الحائط ده حائط املس، يعني في هنا رد فعل، والارض دي كمان ملساء يبقى في هنا رد فعل. سمي ده مثلا ر 1 وهنا ر 2. ده ايه ده بقى؟ ده في راجل هنا طلع، الراجل ده وزنه 80. طب انت كنت لسه بتقول دلوقتي ما ينفعش يبقى المستويين املس كده والسلم يتزن. هو قال لك ان هو خد الطرف اللي هو قارف ده ربطه بحبل، خد الطرف الثاني بتاع الحبل ربطه اسفل نقطه ب، دي ب، ربطه هنا عند نقطه ج، يبقى هنا في شد. يبقى تاني ال 30 دي ده وزن السلم بيؤثر في المنتصف. ر 1 رد فعل الارض الافقيه الملساء عمودي عليها، ر 2 رد فعل الحائط الاملس. طب مين ال 80 دي؟ في راجل بيتحرك على السلم كده من الف متجه ناحيه ب كده، ده وزنه ال 80، ده وزنه الشين، ده ربط هو بقى الطرف الف بحبل وخد الطرف الثاني ربطه في حائط اسفل النقطه دي عند نقطه ب. انا هفرض ان المسافه اللي الراجل طلعها دي اسمها س. ايه المطلوب بقى؟ بيقول لي اثبت ان الشد في الحبل يزداد كلما صعد الرجل على السلم، عايز اثبت ان ش بيزيد مع بزياده س. طب اكتب يلا معادلات الاتزان، اللي فوق بيساوي اللي تحت، اللي فوق ر 1 بيساوي اللي تحت اللي هي ال 30 زائد 80، 30 زائد 80 يعني 110، والوحدات عندنا بالثقل كيلوغرام. اليمين بيساوي الشمال، يعني ر 2 بتساوي ش، ر 2 بتساوي ش. طيب برضو في مشكله عندي معايا مجهولين ر 2 وش، طب اتصرف ازاي؟ خد العزم، لو احنا خدنا العزم عند الف، العزم عند الف المفروض ان هو بيساوي صفر لان السلم متزن. العزم عند الف يبقى القوه ر 1 والقوه ش بيمر بالف العزمون بصفر، هيتبقى لي 30 و80 ور 2 اللي نحسب العزم بتاعه. هو كان بيقول ازاي دي 45، القوه 30 دي عزمها بالنسبه للنقطه الف هي اتجاه دوران عكس عقارب الساعه، يبقى موجب 30. في الذراع بتاع القوه اللي هو الجزء ده، الوتر ب 2 والجزء ده مجاور، يبقى 2 جتا 45، 2 جتا 45 زائد القوه 80 بالموجب، الذراع بتاع القوة اللي هو الجزء ده كده. طب الجزء ده ضلع في المثلث اللي وتره س، يبقى الوتر في جتا علشان مجاور في جتا 45، ناقص آخر حاجة رد الفعل ر 2 ده عملته ناقص عشان في نفس اتجاه عقارب الساعة، في الذراع بتاع القوة اللي هو ب ج ده كله، مقابل لزاوية 45 بس الوتر طوله 4، السلم كله كان طوله 4، يبقى 4 جا 45 بيساوي صفر. جتا 45 بتساوي جا 45 قسمت عليها، هيتبقى لي 30 في 2 يعني 60 زائد ش في 80 يعني 80 س بيساوي هنقل ده الناحية التانية خلاص، يبقى بيساوي 4 ر 2، 4 ر 2، ولكن ر 2 بتساوي ش، ر 2 دي بتساوي ش، يعني ممكن أقول له إذا 4 ش بتساوي 80 س زائد 60، بالقسم على 4 يبقى ش بتساوي 20 س زائد 15. بص لي بقى كده على العلاقه دي، هو بيقول لي اثبت ان الشد بيزيد كلما صعد الرجل. طبعا س دي المسافه اللي الرجل بيطلعها على السلم، لو الس بواحد هيبقى 20 في 1 20 زائد 15 35، لو 2 20 في 2 40 زائد 15 55. ملاحظ ان كل ما السين تزيد الشد بيزيد، يبقى فعلا الشد في الحبل بيزداد كلما صعد الرجل. المطلوب الثاني، واذا كان الحبل لا يتحمل شدا يزيد مقداره عن 67 ثقل كيلوغرام، اقصى قيمه للشد، اقصى قيمه بيتحملها الحبل ان يكون في شد مقداره 67 ثقل كيلوغرام. طب انت اثبتت من شويه ان كل ما الراجل يطلع مسافه اكبر كل ما الشد يزيد، هو عاوز ايه؟ بيقول لي اوجد طول اكبر مسافه يمكن ان يصعدها الرجل دون ان ينقطع الحبل. اكبر مسافه يطلعها الراجل لما الشد في الحبل يوصل القيمه العظمى بتاعته اللي هي 67. تاني
احنا اثبتنا في المطلوب الاول ان الشد في الحبل يزداد كلما صعد الرجل، كل ما الرجل ده يصعد على السلم الشد بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب هو طالب مني اكبر مسافه، اكبر مسافه يقدر يطلع على السلم لما الشد يوصل لقيمته النهائيه اللي هي 67. يعني كل اللي انا هعمله هاجي هنا اهو واعوض عن الشد في 67. لما اعوض عن الشد ب 67 قيمه السين اللي هتطلع هتبقى اكبر مسافه صعد الرجل. يبقى 67 بتساوي 20 س زائد 15، يعني 20 س بتساوي 52، بنقسم على 20 يعني س بتساوي 2.6 متر. شوف اخر سؤال كده ان شاء الله، بيقول لي ا ب قضيب منتظم وزنه 20 نيوتن وطوله 60 سم يرتكز بطرفه ا على مستوى افقي خشن ويرتكز عند احدى نقط ج على وتد املس يعلو 25 سم عن المستوى الافقي، وكان القضيب على وشك الانزلاق عندما كانت زاويه ميله على الافقي 30 درجه. اوجد رد فعل الوتد، اوجد رد فعل الوتد وكمان معامل احتكاك بين القضيب والمستوى علما بان الساق تقع في مستوى راسي. طيب الساق او القضيب ده اسمها ا ب، بيقول ان وزنها 20 وطولها 60. الوزن هو منتظم يبقى الوزن في المنتصف، وزنها 20 وطولها 60 يبقى دي 30، والجزء الباقي ده كمان كله طوله 30. يرتكز عند احدى نقطه ج على وتد املس، النقطه دي اسمها ج، واللون الاخضر ده عباره عن وتد، بيقول ان هو بيعلو 25 سم عن المستوى الافقي، الوتد ده ارتفاعه 25 سم. كان القضيب على وشك الانزلاق عندما كانت زاويه ميله على الافقي 30 درجه، زاويه الميل دي 30 درجه. طيب انا عايز اعرف الاجزاء، عايز اعرف ب ج طولها كام والجزء ده طوله كام؟ خلي بالك المثلث ده مثلث طبعا دي 30، فالمثلث ده مثلث 30 60، طول الضلع المقابل للزاويه 30 اللي هو طول الوتد ده، ده المقابل للزاويه 30 يساوي نص طول الوتر. اذا كان هو طوله 25 يبقى الوتر اللي هو ا ج ده المفروض يكون طوله 50، ضعف ال 25 50، دي 30 يبقى لسه هنا 20. طب الوزن ده في المنتصف يبقى دي 30، والجزء الباقي ده كمان كله كده طوله 30، دي 20 يبقى لسه هنا 10. فنحط يلا بقى بقيه القوه كده. المفروض ان المستوى ده مستوى خشن، يعني هنا فيه رد فعل عمودي هسميه ر واحد، وهنا فيه م ر واحد، لان المفروض ان القضيب ده لما ينزلق هينزلق في الاتجاه كده مبتعدا عن الوتد كده في الاتجاه ده، يبقى م ر عكس اتجاه الحركه المحتمل في الاتجاه ده كده. المفروض ان دوت املس، الوتد ده وتد املس، يبقى فيه له رد فعل اتجاهه بيكون عمودي على القضيب، عمود على القضيب نفسه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مضطر ان انا احلل ر 2 ده. هتحلله ازاي؟ لو انا جيت من هنا كده من عند نقطه، النقطه دي كده نقطه التلامس دي عند نقطه ج دي، ورسمت موازي كده احلل في الاتجاه ده وراسي الاعلى كده. خلي بالك ان الزاويه دي 30، يبقى الزاويه دي 30 بالتبادل. الزاويه دي 90، يبقى دي 60. يبقى انا هحلل باستخدام بقى الزاويه 60 دي، ده مجاور الاتجاه ده المجاور، يبقى هنا ر 2 بجد 60، والراس الاعلى ده هيبقى ر 2 بجد 60. ونكتب معادلات الاتزان، خلاص ر 2 ده ملغي لان احنا خلاص حللناه. اللي فوق القوه بقى اللي فوق دي ر 2 بجد 60، بجد 60 بجذر 3 على 2، يبقى جذر 3 على 2 ر 2 زائد، خلي بالك ان ر 1 ده برضه اتجاهه الاعلى، يبقى زائد ر 1 بيساوي اللي الاسفل، ما فيش بس غير اللي هي 20. وهسمي دي 1، والمعادله دي فيها مجهولين، هنجيب معادله كمان اليمين بقى بيساوي الشمال. عندي هنا ر 2 جتا 60، يعني نص ر 2 لان جتا 60 بنص، بتساوي القوه دي ناحيه اليمين اللي هي ميم ر 1. ودي المعادلة الثانية برضو معايا ثلاث مجاهير، ر 1 و ر 2 و م. هنحسب العزم عند وليكن مثلا نقطة أ هنا عشان نخلص خلاص من ر 1 ده.
احسب العزم عند الف. اي طابق مر بالف خلاص عزمها بصفر، يبقى ر واحد ده وميم ر واحد دول بصفر. بالنسبه للقوه 20 دي اتجاهها دورانها هيكون عكس، اسف، مع عقارب الساعه، هتبقى سالب 20، سالب 20 في البعد العمودي اللي هو الجزء ده، ده مجاور للزاويه 30، يبقى بيساوي الوتر في جتا، يبقى 30 جتا 30. بالنسبه لرد الفعل بقى اللي هو ر 2 ده، حاجه من الاثنين، يا تاخد المركبتين بتوعه يعني بعد ما حللت، يا تاخده قبل ما يتحلل. ليه؟ انت عندك اصلا ر 2 عمودي على القضيب، يعني لو انت حسبت العزم بتاع القوه ر 2 دي حوالين نقطه الف، الجزء ده هيكون هو ده الذراع بتاع القوه اللي هو الف ج ده عمودي على ر 2، يعني مش محتاج بقى ان انا احسب كل واحده من دول تاني، لا خد الاصل، اصل رد الفعل اللي هو ر 2، يبقى زائد ر 2 في الذراع بتاع القوه 20 زائد 30 يعني 50 بيساوي صفر. هنا 20 في 30 يبقى 600، 600 في جذر 3 على 2 يبقى 300 جذر 3، 300 على 50 يبقى 6 جذر 3. ده ر 2. جبت ر 2 ممكن اطلع اقف في المعادله الاولى دي اجيب ر 1. يبقى هنا جذر 3 على 2 في 6 جذر 3 والكلام ده هيتطرح من ال 20 هتطلع ر 1 معايا بتساوي 11. كده احنا جبنا رد فعل، هو كمان بيقول لي اوجد رد فعل الوتر، خلاص جبناه وجبنا رد فعل الارض كمان، عاوز كمان لسه معامل احتكاك، هعوض المعادله رقم 2 اللي انا جبتها وما استخدمتهاش دي، هيبقى هنا نص في ر 2 احنا قلنا ب 6 جذر 3 بيساوي ميم في ر 1 اللي هي ب 11، هنختصر ده كده يطلع 3 جذر 3، يبقى ميم بتساوي 3 جذر 3 على 11. وده كان السؤال الاخير، يا رب تكونوا استفدتوا كده معانا النهارده، وتمنياتنا لكم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق وتحققوا كل اللي بتتمنوه ان شاء الله. شكرا. شكرا جدا مستر، والتوفيق لربنا ان شاء الله.